السلام عليكم يا شباب. النهارده اول حصه في تشابتر 1 من الكتريستي. المنهج بتاعنا هيكون 2 يونتس. يونت 1 بيتكلم على الكتريستي، قوانين الكهرباء، السيركتس والماجنتيك فيلد اللي هيبقى ينتج عن الكهرباء دي وبعض الابلكيشنز ليها زي الموتور وزي الدينامو. بعد كده عندنا الجزء الثاني من المنهج اللي هو يونت 2 اللي هي المودرن فيزكس، وده الجزء الاصغر شويه والاسهل شويه. هيتكلم بقى على الليزر والاكس راي والمودرن الكترونكس زي السيلفونز واللابتوبس. ده الجزء الثاني من المنهج. النهارده هنبدا بنتكلم على الكتريك كارنت اند اومز لو، ايه هي الكهرباء وايه قانون اوم المشهور قوي ده، وهنتكلم على السيركتس والكونكشنز بتاعتها. عندنا حاجه اسمها توصيله سيريس، توصيله بارلل، وهنشوف قوانين مختلفه لحل السيركتس. تعال نشوف احنا عملنا كلاسيفيكيشن ازاي للماتيريالز من حيث الكتريك كونكتيفيتي، من حيث ان هم قد ايه بيوصلوا كهرباء. اول حاجه عندنا المواد الانسيليترز اللي هي ما بتوصلش، مواد عازله زي البلاستيك والخشب. بعد كده عندنا مواد اسمها الكوندكتورز اللي هي حاجات اللي بتوصل كهرباء اللي بنستخدمها بقى، اللي اسمها الكوندكتورز، زي مثلا الكابر النحاس. يبقى هي كوندكتورز بتكوندكت الالكتريستي وبتكوندكت الهيت بشكل جيد جدا. عندنا بعد كده حاجه اسمها السيمي كوندكتورز، يعني اسمها اشباه موصلات، يعني هي ولا بتوصل قوي ولا هي عازله قوي. لو اتحطت في ظروف معينه تبقى بتوصل بشكل كويس، لو اتحطت في ظروف مختلفه ثانيه تبقى ماده عازله، عشان كده اسمها سيمي كوندكتور. ودي هنتكلم عليها بالتفصيل في تشابتر 8 ان شاء الله، اخر تشابتر في المنهج. يبقى احنا قسمنا المواد لثلاث انواع، يا اما انسيليترز يا اما سيمي كوندكتور يا اما كوندكتور. شغلنا كله في الالكتريستي هيبقى على الكوندكتورز، هنتكلم على المواد الموصله ونشوف بقى الكهرباء لما تمشي فيها ايه القوانين بتاعتها وازاي نتحكم فيها، ازاي نعليها، ازاي نوطيها، وايه الابلكيشنز اللي هنعملها من ورا الكلام ده. دي اول جزئيه. طيب الاول انا محتاج اعرف يعني ايه الكتريك كارنت. احنا عارفين ان الاتوم حواليها بانج اوف الكترونز كده قاعدين في الشيلز بتاعتهم او في الليفلز بتاعتهم. عندنا كام نوع من الالكترونز؟ عندنا ثلاث انواع. نوع بنسميه تايتلي بوندد، اللي هو بيكون الاتوم عامله كده وحواليها شيلز في الكترون قاعد هنا. الالكترون هنا هنسميه تايتلي بوندد، قريب قوي من الاتوم، مش قادر يهرب، مش هيعرف يهرب، لان الاتراكشن فورس اللي بين الاتوم والايه والالكترون عالي جدا، او ما بين النيوكليس يعني والالكترون عالي جدا. طيب لو كان ده الاوتر موست، ده بسميه ايه؟ بسميه فيلنس الكترون. الفيلنس الكترون اللي في الاوتر موست ليفل، اخر واحد خالص. الفيلنس الكترون ده بنقدر ان احنا نديله انرجي ويبقى فري الكترون، بقى ده النوع الثالث، ان احنا يبقى عندنا الكترون حر، فري الكترونز. طيب في مواد عندها فري الكترونز جاهزه زي الكوندكتورز اللي اتكلمنا عليهم من شويه، اللي هم بيكوندكت الكتريستي وبيكوندكت هيت. فكل كلامنا على الكوندكتورز اللي هم اوريدي عندهم ايه؟ عندهم فري الكترونز. طيب الماده الكوندكتور دي زي مثلا الكابر جواه اكيد فري الكترونز. لو احنا قدرنا ان احنا نحرك الالكترونات دي ده بنسميه الكتريك كارنت. يبقى الكهرباء ما هي الا تشارجز، الكتريك تشارجز تحديدا الكترونز بتمشي جوه السلك. ازاي بقى نمشيها في السلك وايه القوانين اللي بتتحكم فيها؟ هنتكلم في كل بالتفصيل في التشابتر ده ان شاء الله. يبقى انا عندي كلمه الكتريك كارنت يعني ايه اصلا؟ الكتريك كارنت ايه كهرباء اصلا؟ ابقى عارف ان هي فلو اوف الكتريك تشارجز تحديدا الكترونز. انهي نوع من الالكترونز؟ الفري الكترونز، ما هياش التايتلي بوندد ولا الفيلنس، انا بتكلم على الفري اللي هي حره تتحرك جوه الاتوم براحتها. طيب فين؟ في كوندكتنج ماتيريال لازم ماده تكون موصله. احنا قلنا انواع، ثلاث انواع، يا اما انسيليتر يا اما سيمي كوندكتور يا اما كوندكتور. انا بتكلم بقى على الكوندكتور، المواد الموصله بقى خلاص. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان ايه اصلا كهرباء. بص بقى يا سيدي، احنا عندنا السيمبل ده بنسميه الباتري. الباتري ليها بوزيتيف بول وليها نيجاتيف بول، بوزيتيف بول ونيجاتيف بول. احنا اكتشفنا الالكتريستي الكهرباء وما كناش نعرف هي عباره عن ايه، عشان كده تلاقي التعريف اول كلمه فيه فلو اوف الكتريك تشارجز، ما قالش ان هي فلو اوف الكترونز، الكتريك تشارجز وخلاص. لان حتى احنا في تشابتر 8 بقى في السيمي كوندكتور زي ما قلنا هنشوف نوع تاني من التشارجز ممكن يتحرك. يبقى انا عندي كلمه الكتريك تشارجز دي لان احنا كنا اكتشفنا الالكتريستي قبل ما نكتشف الالكترونز. طيب وبعدين يعني استفدنا ايه؟ افترضنا يا سيدي من دماغنا كده ان الكهرباء خارجه من البوزيتيف، ده البوزيتيف بول،
الباتري يا جماعه هي مصدر الانرجي بتاعتنا، هي اللي بتخرج الكهرباء. زي ما انت بتحب تشغل مثلا ريموت التلفزيون او اي حاجه عندك، بتجيب باتري وتشغلها، بتشغل بيها الجهاز، يبقى هي سورس اوف انرجي. فافترضنا ان الاي بيخرج من البوزيتيف، وبعد كده اكتشفنا بقى ان الكهرباء دي عباره عن ايه، فلو اوف الكتريك تشارجز، تحديدا الالكترونز. فقلنا خلاص لا، يبقى احنا كنا عاملينه ده غلط. يبقى المفروض بما ان الالكترونز نيجاتيف فهي المفروض تخرج من النيجاتيف وتسافر للناحية التانية اللي هي فين؟ اللي هي تروح للبوزيتيف. كلام منطقي، هي نيجاتيف فهتتشد للبوزيتيف. ده اللي هو ايه؟ اللي بنسميه الاكشوال دايركشن او الريل دايركشن، اللي هو المفروض بيحصل. بس للاسف بقى بعد ما كنا افترضنا من دماغنا الاتجاه ده اللي هو اسمه كونفنشنال، كنا عملنا كل القوانين وكل الاختراعات وكل المراجع وكتب الفيزياء. فقلنا خلاص بقى بعد ما عرفنا انها الكترونز والمفروض تخرج من النيجاتيف، مش معقول هنغير كل الكتب دي وكل المراجع دي عشان بس ايه نطلع السهم من النيجاتيف ما نطلعوش من البوزيتيف. فما فرقتش معانا في حاجه، يعني الدايركشن اني واحد فيهم صح، ده اللي صح. طب واحنا هنشتغل بمين؟ بالغلط. هنشتغل بده. طيب هل ده هيفرق معانا في حاجه في الحسابات او في المسائل او في القوانين؟ نهائي. الاثنين دول اسمهم ايه بقى؟ واحد فيهم اسمه كونفنشنال دايركشن، واحد اسمه فيهم الكترون دايركشن. الكونفنشنال دايركشن اني بقول لك الالكترونز بتاعتي او الكرنت بتاعي، سوري، ان الكرنت بتاعي بيخرج من البوزيتيف ورايح يسافر لحد النيجاتيف. ده كده الكونفنشنال دايركشن. انما الالكترون دايركشن هو الريل دايركشن بقى، الاكشوال دايركشن الحقيقي اللي بيحصل. يعني انا هنا ممكن اسميه كمان الريل دايركشن، ممكن اسميه الاكشوال دايركشن. ايه هو بقى؟ ان احنا خلاص عرفنا ان الكهرباء عباره عن الكترونز، فهي هتخرج من النيجاتيف مش من البوزيتيف، يبقى هي خارجه من هنا. واتفقنا خلاص على مدار المنهج بتاعنا وفي كل مراجع الفيزيكس احنا شغالين بايه؟ شغالين بالكونفنشنال. يا مستر يعني ده غلط؟ اه غلط، بس ده اللي احنا شغالين بيه. طب هيفرق معانا في قوانين او في حسابات؟ نهائي. اوكي؟ طيب تعال نشوف السؤال ده كده. Which of the following electric circuits show the conventional direction؟ ومين فيهم بيشو الالكترون موشن او الالكترون دايركشن؟ اتفقنا بقى خلاص الكونفنشنال لازم الكهرباء تخرج من البوزيتيف، والريل او الاكشوال او الالكترون دايركشن الالكترونز تخرج منين؟ الناحيه الثانيه اللي هي من النيجاتيف. تعال نشوف اول رسمه. اول رسمه بيقول لي ان الاي اللي هي الالكترو كرنت والاي اللي هي الالكترون دايركشن، بيقول لي ان الاي خارجه من البوزيتيف. الاي ده بيعبر عن الكونفنشنال. طب الكونفنشنال قلنا بيخرج من بوزيتيف، اه يعني الجزء ده صح. طيب والالكترونز رايحه للنيجاتيف؟ لا، احنا قلنا بقى ان الصح الكترون دايركشن، الالكترونز تخرج من النيجاتيف، يبقى الكلام ده مش مظبوط. خش على الرسمه اللي بعدها، هتلاقي ان الاي اللي هو الكونفنشنال كارنت خارج من البوزيتيف، يعني الكلام ده صح. انما الالكترون خارج من النيجاتيف وده برضو صح، لان احنا قلنا ان الالكترون دايركشن لازم يخرج من النيجاتيف، يبقى ده الانسر بتاعي. تعالى نتشيك كده الاثنين التانيين. بيقول لي ان الاي اللي هو الكونفنشنال كارنت رايح للبوزيتيف، لا قلنا ان هو بوزيتيف فلازم يخرج من البوزيتيف. طب والالكترون؟ قلنا انها نيجاتيف فهي خارجه من النيجاتيف، لا هو بيقول لي انها داخله للنيجاتيف، يبقى الكلام ده غلط. اخر واحد بيقول لي ان الكونفنشنال داخل للبوزيتيف، لا غلط. الالكترونز خارجه من النيجاتيف، اه ده مظبوط، بس كده كده طالما ده غلط يبقى الاجابه دي كلها غلط. يبقى انا عايز الكونفنشنال يخرج دايما من بوزيتيف والالكترون دايما يخرج من نيجاتيف. تعالى بقى نتكلم عن ازاي هنقيس الالكتريك كارنت دوت، ازاي نقيس الكهرباء. دايما بتشتري مثلا جهاز او حاجه او باتري، تبص عليها من ورا كده تلاقي مش عارف مكتوب كذا امبير او كذا ملي امبير، ايه بقى قصه الامبير ده؟ بص يا سيدي، احنا هنقيس الكهرباء، هنقيس الكهرباء بكميه التشارجز اللي هتعدي في السلك في الثانيه الواحده. تعالى نشوف. هيبقى عندي مثلا سلك كوندكتور كده، وليكن مثلا ده ايه؟ كابر، وهيبقى عندي هنا اكيد الكترونز، وبطريقه ما انا لسه ما قلتلكش ازاي هنحرك الالكترونز دي، هنخليها تفلو، يبقى انا هعمل الكتريك كارنت. فدلوقتي عايز اقيس بقى كميه الكهرباء دي، يعني عايز اعرف هنا في كام، اقيسها ازاي يعني؟ يعني مثلا الوزن بنقيسه بالكيلو جرام مثلا، مش عارف المسافه بنقيسها بالمتر. طب ايوه هنقيس بقى الكهرباء ازاي؟ فبص يا سيدي، هنيجي ناخد هنا كده قطعه كده، هنقطع السلك، يعني ده السلك عشان تتخيلها معايا، ده السلك اهو، هنقطع كده هنشيل منه ايه؟ سلاش من النص كده،
او كات من نص، وهنبص على الحته دي نشوف في كام الكترون هيعدي فيها في الثانيه الواحده. يبقى عايز اشوف كام الكترون هيعدي ان 1 سكند، ده بنسميه الالكتريك كارنت انتنسيتي. يبقى احنا هنقيس الكهرباء بحاجه اسمها الكتريك كارنت انتنسيتي، الشده الزحمه، يبقى قد ايه في تشارجز بتعدي في الثانيه. كده انا بقدر اقيس الالكتريك كارنت. طب القانون بتاعي عامل ازاي؟ انت قلت لي ان انت هتقيس التشارجز هنديها رمز كيو اللي هي كوانتيتي اوف تشارج، كميه الشحنات. طيب وعايز تعرف هي كام تشارج هتعدي في الثانيه الواحده، فانا هقسم على التايم. ده يدينا حاجه اسمها الكتريك كارنت انتنسيتي، شده الكهرباء هي قد ايه بالظبط. يبقى الاي بي ايكوال كيو اوفر تي. ايه يا مستر الكيو دي؟ الكوانتيتي اوف تشارج، كميه الشحنات، كميه التشارج، عددهم كام؟ ايه هو تي التايم؟ عايز اعد كام الكترون عدى قدامي كده في الثانيه الواحده. طيب تعال نتكلم على الكيو. قلت لي الكيو دي اللي هي كوانتيتي اوف تشارج. احنا اتكلمنا ان الالكتريك كارنت هو عباره عن الكترونز بتفلو جوه السلك. طيب يعني الكيو دي هي اكيد عدد معين ان من الالكترونز، عدد معين ان من الالكترونز طبعا ديفايدد تي. يبقى انت كده الكيو ايكوال كام؟ ايكوالز ان في اي. تعال نتكلم عنها شويه كده. الكيو ايكوال ان في اي. ايه يا مستر الان ده؟ الان ده يا سيدي النمبر اوف الكترونز، عددهم كام؟ في كام الكترون بيعدي في الثانيه الواحده؟ في كام الكترون معدي؟ ده كده الان. طب ايه الاي ده؟ الاي ده يا سيدي اول كونستانت هيقابلك هنا في المنهج ومكمل معاك لحد اخر السنه، اسمه الالكترون تشارج. الالكترون تشارج ايكوالز كام الرقم ده؟ الاي ايكوالز 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 كولوم. ايه بقى السي اللي انا كاتبها دي؟ السي دي اللي هي الكولوم. كولوم اختصار لكلمه كولوم، سي اختصار لكلمه كولوم. كولوم هي اليونت بتاعت الكوانتيتي تشارج. احنا بنقيس الكيو بقيسها بحاجه اسمها الكولوم، زي ما حضرتك مثلا بتقيس اي حاجه بالوزن بالكيلوجرام، بتقيس مثلا المسافه بالمتر. احنا بقى بنقيس كميه الشحنات التشارجز بنقيسها بالكولوم. طيب كل الكترون معاه كام؟ معاه 1.6 تايم 10 بور نيجاتيف 19 كولوم. كل الكترون معاه الرقم ده شايل على ظهره كده شحنات بتساوي 1.6 تايم 10 بور نيجاتيف 19، وده رقم صغير جدا جدا لو انت خد بالك في نيجاتيف فوق نيجاتيف 19. اوكي؟ طب عشان برضو تبقى انت عندك كده يعني سنس شويه، تعال نحط الكيو ب 1 كولوم. انا هفترض دلوقتي ان الكيو ب 1 كولوم بس. طيب والالكترون بكام؟ ما انا عارف ان الاي ب 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19، وده رقم ثابت كونستنت فيزيكال بنسميه يونيفرسال كونستنت، يعني على في اي حته في الكون هي بالرقم ده ثابت. طيب والان بقى كام؟ ايه هو الان ده؟ قلنا الان ده النمبر اوف الكترونز، عدد الالكترونات. طب اجيب كام الكترون؟ اجيب كام الكترون يديني 1 كولوم؟ تعال نشوف كده. يبقى هعمل ايه؟ هودي الجزء ده كله كده بالديفايد. يبقى عندي ال n equal 1 divided 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 اللي هي هتيكوال كام؟ امسك بقى الكالكوليتر كده واحسب، هتلاقيها ايكوالز كام؟ 6.25 تايم 10 باور 18. لو انت مش مستوعب الرقم ده فهو 6 وفي جنبيه 18 صفر، ده مليارات المليارات، عدد مهول. ده ايه بس؟ ده في الوان كولوم. اوكي؟ فاللي عايز اوصله لك من الكلام ده ان الالكترونز بتبقى كتيره جدا بالمليارات. طيب يبقى انا كده عرفت ان انا هقيس الكهرباء بحاجه اسمها الكتريك كارنت انتنسيتي، اللي هي عباره عن التشارجز باسنج ثرو يونت تايم في وقت قد ايه؟ ثانيه واحده. تعالى نقرا التعريف مع بعض. ايه هو الالكتريك كارنت انتنسيتي؟ يعني ايه الكتريك كارنت انتنسيتي؟ يعني الكوانتيتي اوف تشارج باسنج ثرو ا جيفن كروس سكشن اريا ان 1 سكند. مستر انت يعني جريت في الحته دي. هو ايه given cross section area؟ كل سلك يا سيدي ليه تخن معين،
منطقي. سلك التكييف مثلا غير سلك المروحه، سلك التكييف يستوعب كهرباء اكتر بكتير من سلك المروحه. فلازم نثبت الاريا اللي احنا بنتكلم عليها. دايما لما بنحب نجيب او نثبت قانون ونجيب علاقه بين حاجتين او ثلاثه، بنثبت بقيه العوامل اللي موجوده عندي. فهنا بنثبت العامل بتاع الاريا تخن السلك. يبقى لازم لما هتيجي تقارن لي هتقارن سلوك ليها نفس التخن، مثلا 1 سنتيمتر سكوير 1 سنتيمتر سكوير 1 سنتيمتر سكوير. عندي ثلاث سلوك كل واحد فيهم من نفس التخن، واحد بيعدي فيه 5 كولوم في الثانيه، الثاني بيعدي فيه 10 كولوم في الثانيه، الثالث بيعدي فيه 15 كولوم في الثانيه. مين عنده كهرباء اعلى؟ مين شال كهرباء اعلى؟ اللي بيعدي فيه 15 كولوم في الثانيه. انت ممكن تفكر في الحوار ده زي بالظبط الشارع والعربيات. لما يبقى عندك عايز تقيس مثلا الزحمه في الشوارع، اول حاجه انت لازم تعملها ايه؟ لازم هتختار لي ثلاث شوارع نفس الوسع، لان الشارع لو كان واسع وشارع تاني ضيق حسبتك هتبقى غلط. فانت لازم تجيب لي ثلاث شوارع نفس الوسع بالظبط، يعني مثلا شارع يكفي لحارتين ثلاثه، الحاره دي اللي هي صف العربيات يعني. يبقى انت ممكن تجيب شارع يكفي حارتين، يبقى شارع يكفي حارتين والشارع الثاني زيه والثالث زيه. يبقى اول حاجه هتثبت لي الكروس سكشنال اريا، الوسع بتاع الايه، الوسع بتاع الشارع. وبعد كده هاجي اقف كده عند الاشاره وامسك الستوب ووتش واشوف في كام عربيه بتعدي قدامي في الثانيه الواحده. الشارع الاولاني لقيت 5 عربيات بتعدي في الثانيه، الشارع الثاني 10 عربيات بتعدي في الثانيه، الشارع الثالث 15 عربيه بتعدي في الثانيه. فانا كده اقدر استنتج ان في زحمه او في شده، في انتنستي موجوده في الشارع الاخير. يبقى احنا بنقيس الكهرباء عن طريق الكوانتيتي اوف تشارج، كميه التشارج اللي بتعدي في الثانيه الواحده. طيب بقيس الكارنت انتنستي بايه؟ بقيس الكهرباء بايه؟ فاكر الباتري اللي اشتريتها ولقيت مكتوب عليها كذا امبير، او باتري بتاعت الموبايل او بعض الاجهزه بتلاقي مكتوب عليها الكلام ده. فانا قلت لك من شويه ان الاي ايكوالز كام؟ كيو اوفر تي. الكيو اتفقنا مع بعض انها بتقاس بالكولوم، حاجه اسمها الكولوم، يونت جديده انت ما تعرفهاش اديك عرفتها، بنقيس بيها التشارجز، اسمها ايه؟ كولوم. طيب هنرمز لها بالسي، وحضرتك عارف من بدري جدا ان الزمن التايم بيتقاس بالسكند، فهكتب هنا اس اختصار لكلمه سكند. يبقى الاي هقيسه بسي على اس، كولوم بير سكند، عشان مش كل شويه هنفضل بقى نكتب كولوم بير سكند كولوم بير سكند. فهم قالوا لك ايه؟ خلاص يا سيدي احنا هنسميها امبير. يبقى كلمه امبير هي اليونت اللي هستخدمها عشان اقيس الكرنت انتنستي. يبقى المثال بتاعي بتاع الشارع او المثال بتاع الثلاث سلوك، هقول لك ان اول سلك عدى فيه 5 امبير، ثاني سلك 10 امبير، ثالث سلك 15 امبير. يبقى هستنتج من كده ان اخر سلك هو فيه اعلى كرنت. يبقى اليونت بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها امبير. افكرك تاني واعرفك ايه هو الامبير. الامبير هو الكرنت انتنستي. امتى؟ لما كوانتيتي اوف تشارج اوف 1 كولوم باسز ان 1 سكند. لا مستر انا مش فاهم الصراحه. بص يا سيدي، تعال نفترض ان حضرتك اشتريت تليفون جديد والباتري ما كانتش بيلت ان، وبصيت على الباتري كده لقيت مكتوب اصلا عليها سي، وده رقم كبير جدا، 2 امبير. يعني ايه بقى 2 امبير؟ اقدر اقول معناها ايه؟ ما انا عارف ان الاي كيو اوفر تي، وانا قلت لك ان الاي هو اصلا مين؟ الكيو. ما هو الاي كهرباء عباره عن شحنات ماشيه في السلك، قلنا بقى تحديدا الالكترونات، خلاص يبقى هي الكترونات ماشيه جوه السلك. طيب ماشي، يعني 2 امبير دي عباره عن ايه؟ 2 كولوم بس بيعدوا في ايه؟ في الثانيه الواحده. طب ولو قلت لك يعني ايه 3 امبير؟ ما هو برضو الامبير ده اللي هو الاي، الامبير اللي هو الاي لازم تقول لي انها ايكوال 3 كولوم، يعني في كميه من الشحنات بتساوي 3 كولوم بتعدي فين؟ في الثانيه الواحده. فانا هنا جاي ارخم عليك واقول لك هو يعني ايه امبير اصلا؟ 1 امبير. يعني ايه 1 امبير؟ امبير هو الكرنت انتنستي، الكهرباء. امتى؟ لما الكوانتيتي اوف تشارج اوف 1 كولوم باسز ان 1 سكند. يبقى كني بقول لك هو يعني ايه 1 امبير؟ والله 1 امبير ده يعني 1 كولوم اكيد، بس فين؟ في الثانيه الواحده. بير يونت تايم بنسميها، بير 1 سكند. يبقى لو انا شفت ك
كلمة 5 أمبير خلاص بقى أفهم إن ده معناه 5 كولوم بيعدوا في الثانية الواحدة، يبقى 5 أمبير معناها في 5 كولوم بيعدوا في السلك in 1 second في الثانية الواحدة. طيب يا سيدي، لو أنت عايز تمشي إلكتريك كارنت أنت محتاج 3 حاجات. أول حاجة خالص أنا محتاج حاجة اسمها source of energy، او هنتكلم لك بين شويه بالتفصيل، حاجه اسمها potential difference، حاجه تزق الكهرباء، حاجه تحرك الكهرباء زي العربيه كده بالظبط. العربيه من غير البنزين ما تمشيش، وان كانت مثلا عربيه تسلا برضو مش تمشي غير بكهرباء. فانت محتاج مصدر طاقه electric energy، حاجه تزق الايه الالكترونز او تزق الكهرباء بتاعتي. رقم 2 انا محتاج ماده كوندكتيف، مش اي ماده وخلاص، مش هينفع اجيب مثلا سلك من البلاستيك اوصل بيه كهرباء، ما ينفعش، ما فيهاش ماده عازله. قلنا هنتكلم الكلام ده كله على الكوندكتورز. طيب اخر حاجه محتاج منك حاجه اسمها كلوزد سيركت، كلوز سيركت دايره مغلقه، طريق مقفول، طريق مقفول. يعني ايه الكلام ده؟ حاجه مثلا زي هنا قلت لك من شويه ان ده سيمبل الباتري، دي الحاجه اللي هتديني انرجي وهتزق الكارنت. الكارنت هيخرج من هنا كده ويكمل طريقه عادي ويرجع تاني. هو ليه قدر يلف اللفه دي؟ عشان دي اسمها كلوزد باس. طب افرض بقى انا جيت هنا كده قمت شايل حته من السلك، هينفع؟ هينفع الكهرباء تمشي وتبقى واقفة على النقطة دي تعدي الناحية التانية، نط في الهواء كده وتوصل للطرف التاني من السلك؟ ما ينفعش. دي بنسميها open circuit بالمنظر ده، open. والكارنت ما يمشيش في open circuit، لازم تبقى closed circuit. عارف ممكن تتخيلها ازاي؟ زي الكوبري مثلا اللي بيبني من اللي بيوصل ما بين نقطتين. علشان تطلع الكوبري من النقطة A لنقطة B لازم الكوبري ده يكون خلاص تم بنائه بشكل كامل واتفتح خلاص في المشروع وهيشتغل. فلو الجسر عامل كده، لو ده الطرف اليمين ده الطرف الشمال وهو عامل كده، مش هينفع ان حضرتك تعدي، لازم الاثنين يبقوا ايه كوندكتد كده او لامسين بعض، بنسميها كلوزد سيركت عشان تعرف ايه تعدي. يبقى اذا انا محتاج حاجه اسمها كلوزد سيركت. يعني يا مستر انا لو معايا الشرطين دول ومش معايا التالت، حبيبي انت لو في شرط من دول مش معاك مفيش كهرباء. يبقى لازم عشان يبقى عندي كهرباء ثلاث حاجات: مصدر للطاقه اصلا سورس اوف انرجي، حاجه تحرك الكهرباء تزق الكهرباء وهنتكلم عليها بالتفصيل، وقلت لك هنسميها بوتنشال ديفرنس. تاني حاجه انا محتاج ماده كوندكتيف زي الكابر مثلا، مش هينفع دي بلاستيك او خشب. نقطه رقم 3 انا محتاج كلوزد سيركت، سيركت مقفوله ما ينفعش تبقى اوبن بالمنظر ده. اوكي طيب، يبقى ان اوردر تو هاف ان الكتريك كارنت، عشان تقدر تمشي كارنت يبقى عندك فلو اوف الكترونز، لازم يبقى عندي كلوزد سيركت، ولازم بقى يبقى عندي، هشيل بقى كلمه سورس اوف انرجي دي وهكتب حاجه اسمها اي ام اف او حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس، هنتكلم عليها بالتفصيل. البوتنشال ديفرنس هو الحاجه اللي هتزق الكهرباء، الحاجه اللي هتمشي الكهرباء. طيب اخر حاجه في الجزئيه دي، الكرنت انتنسيتي از ميجرد باي ديفايس كولد ديناميتر، هنقيس الكهرباء بجهاز اسمه اميتر، هندرسه بالتفصيل الممل في شابتر 2 ان شاء الله. الاميتر ده بوصله بطريقه هناخدها برضو في الشابتر ده باذن الله اسمها سيريس كونكشن. يعني بنجيب الاميتر كده ونطلع منه سلكتين واجي عند السيركت بتاعتي، دي الباتري مثلا ايه، اخد من الباتري سلكه اوصلها هنا واخد من الباتري دي سلكه اوصلها هنا. التوصيل دي بنسميها سيريس، هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في الحصه اللي جايه. انما دلوقتي اللي عايز تعرفه ان بقيس الكهرباء بحاجه اسمها اميتر. الاميتر ده جهاز السيمبل بتاعه حرف الاي اختصار لكلمه اميتر ومحطوط في دايره كده. فانت لما تشوفه او لما اكلمك عليه او لما اقول لك هات لي قرايته، انا بكلمك على انك تحسب لي حاجه اسمها ايه، الاي اللي اتكلمنا بقى عليها اللي هي بتيكوالز كام حتى الان، لان ليها قوانين ثانيه هناخدها بقى على مدار المنهج اسمها كيو على التي او ان في اي على التي. اوكي ان اوردر ان ذا فولوينج فيجر
to light up all the lamps. انا عايز انور كل اللمبه اللي قدامي دي، عايزهم كلهم يشتغلوا. اقفل انهي كي؟ اقفل انهي سويتش؟ طيب دلوقتي هما كلهم اوبن بالمنظر ده. بص اوبن يعني عامل كده، كلوزد يعني عامل كده، عكس في الحاله الحقيقيه بتاعتنا لما حد يقول لك افتح النور. لا عندنا بقى في الفيزيكس لو قلت لك افتح دي اوبن معناها ان حضرتك بتقفل، معناها ان حضرتك بتفتح السيركت وبتفصل الكهرباء، لان الاي لما يجي كده مش عارف يعدي الناحيه الثانيه، لان انت السيركت اوبن او السويتش اوبن. طب لو هو كلوزد كده لا هيمشي عادي ويكمل طريقه. زي مثال البريدج او الكوبري اللي انا قلت لك عليه، لازم الاثنين يبقوا ايه مقفولين كده عشان الكهرباء تعرف تعدي. طيب يبقى اقفل انهي سويتش من دول علشان انور كل اللمبات دي؟ تعال نشوف. مبدئيا الكهرباء اتفقنا انها خارجه من البوزيتيف، بقى خلاص احنا شغالين كونفنشنال، ماليش دعوه بقى ان الكهرباء خارجه من هنا. لو انت عملت كده برده مش غلط، بس كل المنهج بقى بتاعنا خلاص هنخرجها من البوزيتيف اللي هو كونفنشنال كارنت. طب يلا لما الكهرباء تيجي هنا هتلاقي قدامها كام فرع؟ ادي واحد اتنين. طب انا عايز يا مستر دي تنور، يبقى لازم تقفل لي اكس، لازم تقفله كده عشان الكهرباء تمشي، يبقى لازم اقفل اكس. ده اول حاجه، يبقى اكس ده لازم هقفله. طب لما الكهرباء تيجي ولما تيجي عند النقطه دي هيتقسم، خلاص انت قفلت اكس فالكهرباء هتكمل 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 هتكمل، فدي كانت منوره. طب واللي يكمل هنا؟ انا عايز يتنور، لازم اقفل كي، يبقى هقفل برضو كي عشان تنور. يبقى الاجابه اني هقفل اكس وكي. يا مستر طب ودي؟ ما دلوقتي بعد ما الكهرباء تنور اللمبه دي خلاص وتيجي عند دي هتنزل هنا وتنور اللمبه دي، يبقى انت كده قفلت السويتشز اللي هتخلي كل اللمبه دي تنور. طيب تعالى بقى نتكلم على البوتنشال ديفرنس. ايه بقى قصه البوتنشال ديفرنس دي؟ هديك الاول كده مثالين تفهم بيهم، تتخيل كده في ذهنك يعني ايه بوتنشال ديفرنس، وبعد كده نبدا على طول نشوف بقى ايه هو الالكتريك بوتنشال ديفرنس. اول حاجه تعالى نتخيل مع بعض ان احنا عندنا تيوب كده والتيوب دي مليانه ميه. الاول هنحط هنا فاصل كده قمت انت قعدت تصب ميه من هنا لغايه ما ده كله بقى ميه لحد هنا، وصبيت من هنا ميه فبقى عندك ميه برضو لحد هنا. هنسمي الناحيه دي A وهنسمي الناحيه دي B. دلوقتي لو انا شلت الفاصل اللي لونه احمر ده، البارير ده، لو انا شلته الميه هتتحرك من فين لفين؟ من A لB ولا من B لA؟ هتلاقي في سنس جواك كده بيقول لك اه اكيد ما دي اللي هتنزل كده، ولا جربتها عامل ايه فعلا ده اللي هيحصل. طب لحد امتى؟ هتلاقي يا سيدي ان الاثنين وصلوا لمرحله ان هم بقوا قد بعض، ما بقاش في فرق ما بينهم. يبقى في الاول كان في فرق، كان في ديفرنس، فتحركت من المنطقه اللي فيها ميه كتير للمنطقه اللي فيها ميه قليله، ده بنسميه بوتنشال ديفرنس. طيب حضرتك مثلا مسكت الترابيزه كده، كان عندنا هنا ترابيزه وعليها هنا كوره، قمت انت بايدك ماسك الطرف ده ورافعه كده، بقت عامله كده. ايه اللي يحصل للكوره دي؟ هتلاقيها بتتزحلق كده وايه؟ وبتقع. طب ليه؟ هو انت لما مسكت التيبل ورفعت الناحيه دي ونزلت الناحيه دي انت كده عملت ايه؟ اديت الناحيه دي جرافيتيشنال بوتنشال اعلى، اديتها بوتنشال اعلى ودي بوتنشال اقل، فبقى عندي بوتنشال ديفرنس، فبتحرك من الهاي لللو. نوع جرافيتيشنال بوتنشال، بس ده مش موضوعنا، انت درست الكلام ده قبل كده في اولى ثانوي، بس ده مش موضوعنا هنا. انا بس بحاول افكرك وارسم لك صوره ذهنيه في عقلك يعني ايه اصلا كلمه بوتنشال ديفرنس. فده كان اول مثال. طب انا بقى نتكلم، تعالى بقى نتكلم على المثال الثاني. حضرتك واقف هنا وعايز تزق بوكس كان وزنه 1 كيلو جرام،
عايز تزقه من النقطة اكس للنقطة واي. صحيت انت الصبح فطرت ضربت الايس كوفي بتاعك لقيت نفسك جواك انرجي كده 100 جول وقعدت تزق في البوكس ده اللي وزنه 1 كيلو جرام لحد ما وصلت بالسلامة عند النقطة واي وبقيت حضرتك واقف هنا تتوقع هيكون معاك 100 جول ولا اقل ولا اكتر؟ المنطق بيقول اقل وانت خلاص بقى جواك انرجي 100 جول عمال تعمل مجهود وتزق في ال 1 كيلو جرام بوكس لغايه ما وصلت لحد النقطه واي صرفت مجهود صرفت انرجي فاكيد طاقتك هتقل. تعال نفترض يا سيدي ان انت وصلت هنا معاك 70 جول يبقى انت كان معاك في الاول 100 جول ودلوقتي بقيت واقف هنا معاك كام؟ 70 جول. سألتك كده قلت لك هو انت استهلكت قد ايه عشان تزق البوكس ده؟ خد منك قد ايه؟ اكيد هتعمل برضو عمليه في حسابيه كده في دماغك على طول هتقول لي 100 ماينس 70 انا صرفت على البوكس ده 30 جول عشان ازقه. يبقى المجهود اللي انت عملته هو عباره عن انرجي او وورك مجهود انت عملته عشان تزق لي البوكس ده. طيب ايه بقى علاقه الكلام ده بالكهرباء بتاعتنا والبوتنشال ديفرنس والالكترونز؟ تعال نشوف يا سيدي. هيبقى عندي برضو هنا بوكس جواه 1 كولوم شحنات كنت في تشارج جواها 1 كولوم وانا خلاص بقى عرفتك ال1 كولوم دي بتساوي كام الكترون اصلا. قلنا 6.25 تايم 10 باور 18 يبقى البوكس ده جواه مليارات مليارات الالكترونز يبقى 1 كولوم. عشان الباتري السورس اوف انرجي بتاعي يزقه من النقطه اكس لحد النقطه واي الباتري برضو هتعمل انرجي هتصرف انرجي. كانت واقفه هنا انت شاري البطاريه مثلا جواها 100 جول وبقى عند النقطه دي عندها 70 جول يبقى هي صرفت كام؟ قلنا 100 ماينس 70 يبقى 30 يبقى 30 عشان بس تزق الواحد كولوم صرفت كام؟ 30 جول بير 1 كولوم. الحركه دي بنسميها او الحسبه دي بنسميها بوتنشال ديفرنس في. بوتنشال ديفرنس المجهود حقيسه ازاي؟ الفي ايكوالز ورك ديفايدد باي كيو المجهود اللي هصرفه عشان ال1 كولوم بس من نقطة للتانية. يبقى انا لو عندي لمبة هنا هرمز لها بالرمز اكس وعندي هنا نقطة اسمها A وهنا نقطة اسمها B وعندي هنا في شوية تشارجز قيمتها 1 كولوم عايز احركها من A لB وعندي عند النقطة دي مثلا say 100 جول وعند النقطة دي 70 جول. لا عايز احسب البوتنشال ديفرنس خلاص انا معايا 100 70 ماينس بتاعهم يبقى كام؟ 30 30 جول بير كام؟ بير 1 كولوم. يا اقدر اقول ان انا من النقطه دي كان معايا 100 جول عند النقطه دي كان معايا 70 جول الفرق بينهم 30 30 عشان البوكس الواحد بس اللي هو ال1 كولوم. طيب يبقى ايه هو تعريف البوتنشال ديفرنس؟ ده بس مثال كده ايه نفهم بيه. ايه هو البوتنشال ديفرنس؟ البوتنشال ديفرنس هو الورك دان المجهود الطاقه الشغل اللي انت هتعمله عشان تنقلي تو ترانسفير ا كوانتيتي اوف تشارج اوف 1 كولوم من فين لفين؟ من نقطه للثانيه فروم بوينت تو انذر. يبقى الباتري هي المسؤوله. ادي الباتري اهي وهنا في لمبه وهنا في لمبه وهنا في لمبه عندي هنا نقطه اسمها ايه ونقطة هنا اسمها بي ونقطة هنا اسمها سي ونقطة هنا اسمها دي. تيجي الباتري تخرج ايه؟ كرنت اللي هو عبارة عن كيو اوفر تي. عشان تنقلهم من النقطة ايه للنقطة بي صرفت مثلا حوالي 30 جول او هنسميها بقى 30 فولت. قلنا خلاص ال V work على Q اليونت بتاعته فولت يبقى البوتنشال ديفرنس هيتقاس بحاجه اسمها فولت.
ودي نفس الكلام خدت منك 30 فولت، ودي نفس الكلام خدت مثلا منك 30 فولت. يبقى عشان انتقل من A ل B انا صرفت 30 فولت، المجهود اللي الباتري عملته عشان تزق الكهرباء جوه اللمبه دي 30 فولت، واللي بعدها 30 فولت من B ل C ومن C ل D نفس الكلام، لغايه ما الكهرباء توصل هنا ويكون الطاقه اللي معاها زيرو، زيرو جول. لو سالتك كده هي اصلا كانت خارجه شايله كام، تحسبها ازاي؟ ها بس كنت انت عرفت انها صرفت هنا 30 30 و 30 ورجعت هنا معاها صفر، يبقى هي اصلا في الاول كان معاها كام؟ كان معاها مجموع كل الكلام ده. برضو هنوضح الحته دي تاني كمان شويه. يبقى اللي عايزك تعرفه ان لما اشتري لمبه مثلا مكتوب عليها 120 فولت، يبقى اللمبه دي عشان الكهرباء تعدي فيها كده بتستهلك مني 120 جول عشان تنقل بس ال1 كولوم من الكهرباء. يبقى عرفت ان البوتنشال ديفرنس هو الورك دان تو ترانسفير كوانتم تشارج 1 كولوم فروم بوينت انذر. تعال نتكلم على اليونتس. انت عارف ان الانرجي دايما بتتقاس بحاجه اسمها جول. اي انرجي في الدنيا، الكتريك انرجي، كاينتيك انرجي، بوتنشال انرجي، والكيو اتفقنا من شويه انها الكوانتيف تشارج هتقاس بحاجه اسمها كولوم. طيب برضو مش كل شويه هنفضل نقول بقى جول بير كولوم، جول بير كولوم زي ما قلت من شويه هيبقى اسمها فولت. فولت يبقى البوتنشال ديفرنس رمزه في، واليونت بتاعته فولت او في برضو عادي، يعني ممكن تكتبها كده. اللمبه دي عليها مثلا 120، مش لازم بقى تكتب فولت، لا ممكن نقول 120 في على طول. اتفقنا؟ طيب الكهرباء بتتحرك ازاي؟ الكهرباء بتتحرك نتيجه ان في ناحيتين او في طرفين من السلك، طرف فيهم عنده بوتنشال ديفرنس اعلى، اسف بوتنشال اعلى، فالديفرنس بينهم ده اللي يسبب الكهرباء. يبقى لو انا عندي لمبه هنا، انا عندي 100 فولت بقى، وهنا عندي 30 فولت، يبقى اللمبه دي خدت مني كام؟ خدت مني 100 ماينس 30 خدت مني 70 فولت. فالكرنت يمشي ازاي؟ يمشي من الهاي لللو. الكرنت دايما هيتحرك من الحته الهاي بوتنشال للحته اللو بوتنشال. اوكي؟ زي بالظبط الميه كده، اتحرك من المنطقه الهاي لللو زي الانهار. او زي مثلا المثال بتاع الترابيزه، وهنا في كوره وقلت لك انت هترفع الجزء ده تلاقي الكوره بتنزل كده، يبقى من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال. فده كذلك الكهرباء بتتحرك من المنطقه الهاي بوتنشال للمنطقه اللو بوتنشال. طيب نفس القصه، يعني ايه كلمه فولت؟ يعني ايه مثلا اشتري لمبه مكتوب عليها 10 فولت 120 فولت؟ اتفقنا خلاص ان الفي هو الورك على الكيو. الفولت عباره البوتنشال ديفرنس هو الانرجي اللي انت بتستهلكها عشان تنقل الشحنات من نقطه للتانيه. المجهود ده هيجي منين؟ من الباتري زي ما انا شرحت من شويه، ولسه هشرح لك تاني بالتفصيل. يبقى البوتنشال ديفرنس هو انرجي عشان انقل كوانتيف تشارج. طب يعني ايه كلمه 10 فولت؟ يعني ايه الفولت ده ب 10؟ اكيد ده معناه ان انا صرفت 10 جول بس عشان انقل ايه؟ 1 كولوم. يبقى what is meant by electric potential difference 10 فولت؟ ده معناه ان انا صرفت 10 جول، ده الورك اللي انا عملته عشان ال1 كولوم بس من النقطه للثانيه. البوتنشال ديفرنس هنقيسه بجهاز اسمه فولت ميتر، هندرسه بالتفصيل شابتر 2 مع الديفايس اللي اسمه اميتر. بيتوصل بطريقه هنتكلم عليها برضو في الشابتر ده اسمها طريقه البارلل كونكشن. ان انت لو عندك اللمبه مثلا كده وعايز تعرف اللمبه دي بتسحب منك فولت قد ايه، طاقه قد ايه، فهاجي هنا اركب الفولت ميتر بالطريقه دي فوق اللمبه، بالطريقه دي بنسميها البارل كونكشن، هنتكلم برضه عليها بالتفصيل. تعال نشوف السؤال ده. In which of the following cases the arrows represent the correct direction of the current؟ عايز الاتجاه السليم للكهرباء. اتفقنا ان الكرنت بيتحرك من الهاي بوتنشال لو بوتنشال زي اي حاجه في الدنيا، من الهاي بوتنشال لو بوتنشال. هنا
بوزيتيف 10 بوزيتيف 2 رايح السهم من البوزيتيف 10 للبوزيتيف 2 كان مظبوط مظبوط من هاي بوتنشال بوتنشال بيدي جاب اللي بعدها من الزيرو البوزيتيف 10 ماشي كده هو مين اكبر البوزيتيف 10 ولا الزيرو طبعا ال10 فالكلام ده غلط من النيجاتيف 4 للبوزيتيف 2 لا طبعا البوزيتيف 2 اكبر من النيجاتيف 4 فكان مش مظبوط من النيجاتيف 4 للزيرو كان رايح كده لا هو الزيرو اكبر من النيجاتيف 4 فالمفروض تمشي من الزيرو للنيجاتيف 4 يبقى برضو الكلام ده ايه الكلام ده غلط فاكر بقى المثال اللي انا قلته من شويه لما قلت لك عندي باتري وهنا لمبه ولمبه ولمبه الكهرباء خارجه من الباتري كده شايله معاها 100 فولت وعايز انقلها من النقطه A للنقطه B وليكن اللمبه دي سحبت مني 30 فولت وعشان الكهرباء وصلت هنا بقى خلاص يبقى الكهرباء عند النقطه B معاها كام ما هو عند النقطه A كانت شايله 100 عند نقطة B بقت شايلة 70 انها اوريدي صرف ال 30 فين على اللمبة دي طيب اللمبة التانية فرضا برضو خدت منك 30 يبقى انت عند النقطة C معك كام انت عند النقطة B كان معك 70 عدت على اللمبة قمت صرف 30 بقينا في كام 40 اخر لمبة خالص عشان تتحرك من السي للدي سي بقى ان اللمبه دي هتاخد مننا ال40 اللي بقوا معانا يبقى انا هنا واقف معايا كام 0 فولت ما تخلطش من حاجتين بين الاي والفي الاي هي الكهرباء اللي ماشيه الالكترونات والشحنات اللي ماشيه جوه السلك والفي ده الطاقه اللي الالكترونات دي شايلاها اكنها كده خارجه من البيت معاها شنطة فيها 100 جول شخص نازل من بيته كده الكترونيايه نازلة من بيتها او خليها بقى اسميها اي الاي ده نزل من بيته اللي هو الباتري معاها شنطة كده جواها 100 فولت هيعدي على اللمبة الاولى يديها 30 يعدي على اللمبة التانية يديها 30 يعدي على اللمبة الرابعة يديها 40 كده الشنطة اللي معاه بقت فيها كام بقى فيها صفر مبقاش معاها حاجة طب هو نفسه لا هو زي ما هو نفس الاي معدي طب وبعدين يرجع تاني عند البيت يفطر برضو ويضرب الايس كوفي كده ويفوق يرجع تاني عند النقطه دي يبقى معاه تاني 100 فولت وتفضل القصه دي عماله تعيد وتزيد يبقى الكهرباء شايله انرجي بتعدي على الديفايس عندنا في البيت تعدي على اللابتوب والتكييف والمروحه والغساله والثلاجه وتصرف كل الطاقه اللي معاها يبقى هي جايه من الباور سورس وليكن مثلا دوت السد العالي جايه محمله مثلا 100 جول 100 فولت تعدي على جهاز تديله الفولت اللي هو محتاجه ترجع تاني عند السورس خلاص ما بقاش معاها حاجه خالص صفر تخش جوه السورس تشحن تاني يبقى معاها 100 فولت تاني وترجع تصرف نفس الكلام يبقى كلمه اي ام اف او الكتروموتيف فورس او هنرمزها بالفي بي عشان قلت لك من شويه الفي اللي هو البوتنشال ديفرنس هنا بقى هنزود كلمه بي فولت الباتري لما تجيب بقى البطاريه دي اكيد كان معاها كام اكيد الباتري دي كانت ب 100 فولت لان هي اللي شحنت الاي او ادت الاي 100 فولت يروح يصرفهم على الثلاث لمبات عشان يشتغل يبقى الفي بي هو التوتال ورك دان كل بقى الشغل اللي اتعمل والطاقه اللي اتصرفت دي مين المسؤول عنها الباتري اللي هي الفي بي يبقى انت كده اتلخبطت ما بين الفي والفي بي الفي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي اسمها البوتنشال ديفرنس هو مجرد ورك دان عشان انقل ما بين نقطتين تو بوينت بس اللي هو المثال ده بتاعنا مثلا من الاي للبي من البي للسي من السي للدي الفولت بكام والله من الاي للبي انا صرفت كان معايا هنا 100 بقى هنا معايا 70 يبقى انا صرفت 30 طب من البي للسي بقى معايا 70 هنا بقى معايا 40 هنا يبقى انا صرفت 30
فانت بيجي لي بوتنشال ديفرنس، الفرق بس عشان اتحرك من نقطه بي للنقطه سي انا صرفت مجهود قعدت ازق في الكهرباء بفولت قد ايه؟ 30. طيب امال ايه بقى كلمه في بي؟ التوتال بقى اللي هو ال 30 اللي هنا وال 30 اللي هنا وال 40 اللي هنا، كل البوتنشال، كل التوتال ورك. يبقى التوتال ورك دان عشان ال 1 كولوم بس، من فين لفين بقى؟ ثرو ذا هول سيركت. في السيركت بقى كلها مش بس نقطتين، اوتسايد اند انسايد السورس. يعني ايه يا مستر؟ الجزء اللي بره ده بنسميه الاوتسايد السورس. فاكر لما قلت لك بقى ان الكهرباء لما تيجي هنا بتخش بيتها تاني تشحن وتطلع تاني، ده جوه السورس نفسه بقى. فمين اللي هيحرك الكهرباء من هنا لهنا؟ الباتري برضو. يبقى الباتري بتعمل تو بوتنشلز، بوتنشل ان اتحرك الكهرباء من بره السيركت، وبوتنشل ان اتحرك الكهرباء جواها. يبقى ده معنى كلمه توتال ورك داون تو ترانسفير 1 كولوم ثرو ذا هول سيركت اوتسايد اند انسايد سورس، بره وجوه. يبقى انا عندي المثال اهو، نزوم ان بس كده عشان نوضحها. انرجي سبلايد باي باتري تو تشارج، البطاريه هي المسؤوله انها تدي الطاقه للكرنت. نفترض كده ان الكرنت جه هنا بيجري اهو بكل حماس ونشاط، فتح سبرنت، خد لفته في السيركت، عدى على اللمبه الاولى واللمبه الثانيه واللمبه الثالثه ورجع. لو انت فاكر في المثال بتاعي قلت لك خلاص بقى معاه صفر، رجع معاه زيرو، فضل كل اللي عنده. فرسمينه هنا اكنه كده راجل عجوز خلاص ما بقاش قادر يمشي، بقى ماشي بعكاز وخلاص، ما فيش ايه، ما فيش طاقه خالص. يبقى هنا كان خارج معاه كام؟ 100 فولت. لف لفته صرف كل اللي معاه، بقى هنا معاه 0 فولت. يحصل له ايه بقى؟ يخش جوه الباتري، ياخد الزقه، يتشحن تاني، فيخرج تاني معاه 100. يبقى الاي بيبقى شايل الانرجي او اللي هنسميها بقى بوتنشال ديفرنس او الفولت، ويبدا يصرفه على السيركت، يرجع تاني يفضي كل اللي معاه، معاه 0 خلاص، يخش تاني يشحن. يبقى هو الاي نفس الاي، هو اللي ماشي هنا 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 كده، نفس الاي، نفس الشخص، نفس الراجل، بس حالته هنا ان معاه طاقه، هنا ما هوش طاقه، هنا في بوتنشال، هنا ما فيش بوتنشال. من ما هو نفس الشخص، نفس الكرنت، نفس الاي ماشي في السيركت كلها، بس ايه اللي عمال يقل مع الوقت؟ البوتنشال بتاعه او الانرجي اللي هو شايله. تعالى كده نشوف يعني ايه اشتري باتري معاها 1.5 فولت او مكتوب عليها 1.5 فولت. زي ما اتفقنا من شويه الفولت عامه بيكوال ورك اوفر كيو، ف 1.5 فولت ده اكيد معناه 1.5 جول. طيب عشان ليه؟ عشان الكوانتي اوف تشارج قيمتها كام؟ 1 كولوم. يبقى 1.5 فولت معناها 1.5 جول عشان ال 1 كولوم. ده بس كان مثال على موضوع الايه؟ البوتنشال، الجرافيتيشنال بوتنشال والالكتريك بوتنشال، عشان تتخيلوا يعني الميه يتحرك من المكان العالي للاقل منه. كذلك الباتري بقى وظيفتها انها بتمسك السلك تخلي ناحيه منه اعلى من الثانيه، فالكهرباء يتحرك من الهاي لللو. طيب تسبب حاجه اسمها ايه؟ فلو اوف كارنت. شكل الباتري عندنا في الفيزكس رمزها عامل كده، العصايه الطويله بوزيتيف والعصايه الصغيره نيجاتيف، واتفقنا ان الكارنت عندنا هيخرج منين؟ من البوزيتيف اللي هو مين؟ الكونفنشنال كارنت. طيب هحتاج السيمبل ده قدام شويه، مش هحتاجه دلوقتي بس برضو اعرفه من دلوقتي. الرمز ده اسمه الجراوند او الايرث، هنحتاجه بالتفصيل في السيركتس لما نتكلم عليها. طيب المفهوم بقى الثالث اللي هنتكلم عليه اسمه الالكتريك ريزيستنس، من اسمه كده مقاومه، ريزيستنس. دلوقتي احنا عندنا كوندكتور وعندنا فلو اوف الكترونز، الكترونات ماشيه كده. الماتيريال دي اكيد هي كمان عندها الكترونز وفي بينهم مسافات، فيبدا الالكترون بتاعنا ده يحصل له كوليجنز ما بين الالكترونز دي كلها. طول ما هو ماشي كده يفضل يخبط 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 كده، ايه
يكمل طريقه. بيحصلوا سكسيسيف كولجنز، بيفضل يخبط عشان يعرف يعدي. يبقى الموضوع مش سالك وايه ويمشي على طول براحته، لا في كولجنز بيقابلها في السكه، والفلو في تشارجز ماشي جوه السلك، والتشارجز ماشي جوه السلك بتخبط في مين؟ بتخبط في الماتيريال مولكيولز واتومز. فيبقى عندي حاجه اسمها كولجن، حاجه اسمها فريكشن احتكاك، واحنا عارفين الفريكشن بايه؟ بيجنريت هيت، بيسبب سخونه. المقاومه دي او التخبطات دي هنسميها ريزيستنس، ريزيستنس الكتريك ريزيستنس. السيمبول بتاعها هيكون ار، اليونت بتاعتها بنقيسها بحاجه اسمها اوم، ده السيمبول بتاعها، او بتكتبها اوم، او اتش ام، اوم. يبقى الالكتريك ريزيستنس هي الاوبوزيشن تو ذا فلو اوف الكتريك كارنت، الحاجه اللي بترخم وتعارض الكهرباء وهي ماشيه في السكه. طب دي جايه منين؟ جايه من الفريكشن والكوليجن ما بين مين ومين؟ الفري الكترونز بتاعتنا والمولكيولز بتاعت الكوندكتور. يبقى الكوليجنز اللي ما بين الفري الكترونز ماشيه جوه السلك والماتيريال مولكيولز واتومز. يبقى الموضوع مش سالك زي ما قلنا. طيب تعالى كده نشوف الريزيستنس دي بتعتمد على ايه. والله منطقي جدا ان انا لو عندي سلك طوله بالشكل ده والسلك التاني سي ان هو كان نفس السلك نفس الاريا يعني، بس السلك ده اطول، يبقى في واحد طوله كده بس والتاني طوله قد كده. طب مش الكهرباء وهي ماشيه هي كده كده، وليكن الالكترولايز ده بتاعنا والاسود ده بتاع الماتيريال مثلا، مش ده هيبدا يخبط فيهم كده شويه، يخبط هنا وهنا 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 وهنا، بعد كده يكمل طريقه صح؟ طب لو كان الطريق ده اطول مش ده كان معناه اكيد ان الكوليجنز بتاعتنا هتبقى اكتر؟ يبقى ادي الالكترون بتاعنا وادي الالكترونز بقى الموجوده جوه الماتيريال، وكل ما السلك بقى اطول كل ما الالكترونات بقت اطول اكتر، وكل ما السلك بقى اطول كل ما الالكترونز اللي جواه اكتر، وبالتالي هيحصل كوليجن ما بين الالكترون بتاعنا والماتيريال او الايه الالكترونز الثانيه والاتومز الثانيه، فالكوليجنز تزيد فالفريكشن يزيد فالريزيستنس تزيد. يبقى منطقي قوي كل ما السلك كان اطول كل ما المقاومه زادت، لان الالكترون بتاعنا او الكهرباء بتاعتنا هيحصل لها كوليجنز اكتر وقت لان الطريق طول. يبقى دي حاجه خلينا فاكرينها. يبقى احنا مستنتجين مع بعض كده ان الار دايركت مع اللينس، كل ما تزود طول السلك كل ما المقاومه تزيد كل ما الريزيستنس تزيد. طيب تعالى نشوف مثال تاني او فاكتور تاني. لو عندي سلك عامل كده، السلك بقى التاني عامل كده ادخل منه، ونفترض ان هما نفس الطول نفس اللينس زي ما قلت من شويه، لما احب اعمل علاقه بين حاجتين بسبب بيطلع عامل، فانا هثبت دلوقتي الفاكتور بتاع اللينس الاثنين نفس الطول بالظبط، وعندي الالكترون بتاعي هو ماشي في حاله وهنا نفس الكلام. تتوقع هيقابل ريزيستنس اكتر فين؟ لو فكرت فيها كده ده اضيق شويه يحصل كوليجنز اكتر بكتير، ده الطريق واسع يمشي براحته. يبقى انا عندي هنا الكترونز في كوليجنز اي نعم، بس واخد راحته اكتر لان السلك ايه عنده اريا كبيره، انما هنا الدنيا كومباكت جدا وزحمه جدا، فالالكترون بتاعنا عمال يخبط اكتر. يبقى انا استنتجت برضو ان الار انفرس مع الاريا، يبقى كل ما كان السلك تخين كل ما الكهرباء مشت براحتها اكتر. وده برضو ممكن تتخيله بمثال العربيه والشارع اللي برضو اتكلمنا فيه من شويه في موضوع الكارنت. لو انا ماشي في شارع، الشارع ده فيه مطبات، طيب عديت على الاول كام مطب؟ دي الريزيستنس. لو الشارع طويل كل ما الشارع طول ومليان مطبات اكتر انا هعدي على مطبات اكتر، يبقى فيه ريزيستنس اكتر. يبقى كل ما السلك كان اطول كل ما الريزيستنس زادت، كل ما الشارع كان طويل ومليان حفر ونقر ومطبات كل ما كان ده بيأثر عليا وهعدي على المطبات دي وهتعطل اكتر، سرعتي بقى هتقل او هيبقى عندي حاجه اسمها ريزيستنس. طيب كذلك موضوع الاريا، كل ما الشارع كان واسع امشي براحتي، كل ما الشارع كان ضيق الموضوع برضو ايه لا في كوليجنز ممكن اخبط هنا ممكن اخبط هنا، فبرضو يبقى الاريا لما بتقل المقاومه بتزيد. طيب ده كلام منطقي جدا. فاكتورين كمان، فاكتور الكايند اوف ماتيريال،
نوع المادة. في ماتيريالز الكهرباء بتمشي فيها أسهل من ماتيريالز تانية. وبرضو عندنا نقطة كمان، التمبريتشر، درجة الحرارة. مش انت احيانا كده لما يبقى معاك ايفون كده وتبقى الجو حر قوي والموبايل يسخن، اشتريت لك رسالة كده يقول لك هيشت داون عشان هاي تمبريتشر؟ نفس القصة، التمبريتشر هتفرق معانا في الكوندكتيفيتي وهتفرق معانا في عملية توصيل الكهرباء. بس خلينا دلوقتي نتكلم على الريزيستنس. يبقى الكايند ماتيريال والتمبريتشر بيأثروا عندي فين؟ بيأثروا عندي في الريزيستنس. انت ممكن تيجي تشتري تروح انت ممكن تيجي تروح تشتري سلك، تلاقي سلك من نحاس وتلاقي سلك مثلا من ماده ثانيه، وتلاقي الاسعار الومنيوم مثلا او ايرون او ايا كان، تلاقي النحاس هو اغلى سعر او احسن سعر مثلا. طب ليه؟ ما هو كلهم بيوصلوا كهرباء، اشمعنى ده يعني اللي سعره عليه غالي؟ اكيد علشان الكهرباء هتمشي فيه بشكل مريح اكتر او بسهوله اكتر. يبقى انا عندي الكايند اوف ماتيريال هيفرق معايا، درجه الحراره هتفرق معايا. طيب الكلام ده هنضمه على بعض كده في سيمبل اسمه رو اي. فاكر في تانية ثانوي كان في رمز اسمه الرو كان بيعبر عن الدينستي، هو نفس الشكل بس هنحط له حرف الاي. يبقى عامل كده اسمها ايه؟ الكتريك ريزيستيفيتي. هنتكلم عليها بالتفصيل. بنسميها ريزيستيفيتي او بنسميها سبيسيفيك ريزيستنس، ودي بتكون رقم كونستانت لكل ماتيريال. الكابر عنده ريزيستيفيتي معينه، الايرن عنده ريزيستيفيتي معينه. يبقى الريزيستيفيتي او السبيسيفيك ريزيستنس دي هنتكلم عليها كمان شويه برضو، بس هي بشكل اساسي لما تسمعها تفتكر على طول كلمه كايند اوف ماتيريال وكلمه تمبريتشر. فالقانون بتاعنا بقى، القانون بقى هنشتغل عليه ازاي؟ احسب الار بتاع السلك، الار ايكوال الرو في اللينس على الاريا، رو ال اوفر اريا. انا شخصيا بحفظها رولا، رو ال على ايه؟ رولا. اليونت اتفقنا ان اسمها اوم او علامه السيجما دي. واضح ان الار والال دايركت زي ما اتفقنا، الشارع لو اطول مرتبطه اكتر المقاومه تزيد، الشارع لو اوسع المقاومه تقل. اتفقنا على الكلام ده. وموضوع الريزستيفيتي قلنا ان كل ماده ليها الريزستيفيتي بتاعتها، فلما اجيب ماده عندها رو قليله يبقى مقاومتها قليله زي الكابر مثلا. والتمبريتشر هنتكلم بقى على التمبريتشر برضو تفصيله صغيره كده. زي ما قلنا في مثال التليفون من شويه، الايفون لما بيسخن كده ليه بيفصل منك؟ فالتمبريتشر مش احسن حاجه، يبقى التمبريتشر مش احسن حاجه للكهرباء. يبقى كل ما بتزود التمبريتشر ايه اللي بيحصل للريزستنس؟ كل ما بزود التمبريتشر الريزستنس بتزيد، فالكهرباء ما بتبقاش عارفه تمشي براحتها. وهنتكلم على القوانين دي بالتفصيل كمان شويه برضو. يبقى انا عايز اعرف ان التمبريتشر ايه علاقتها بالريزستنس دايركت، بس القانون مش عليك. يعني انا ممكن اكتبها لك كده دلوقتي، الار دايركت مع التمبريتشر، بس القانون بتاعها مش عليك في المنهج. يبقى اللي عايزك بس تعرفه ان التمبريتشر لو زادت الريزستنس بتزيد، وبالتالي طبعا الكهرباء مش هتمشي براحتها لان المقاومه زادت. طيب يبقى ايه الفاكتورز افكتنج ريزستنس؟ اتفقنا خلاص، كايند ماتيريال تمبريتشر لينس اريا، لازم تحفظهم زي اسمك، كايند ماتيريال تمبريتشر لينس اريا. طب انا قلت لك ان التمبريتشر، انا قلت لك ان التمبريتشر لما بتزيد الريزستنس بتزيد، بس انا ما شرحتلكش ليه. بص يا سيدي، كل الاتومز اللي في الدنيا في حاله اسمها حاله الثيرمال فايبريشن، تتهز كده. حتى احنا كمان ادمين الاتومز بتاعتنا والمولكيولز بتاعتنا في حاله دايما ثيرمال فايبريشن، يعني بتفضل تتهز كده شويه، ليها امبليتيود معين. طيب دلوقتي انا لما اجي اسخن، تعالى مثلا نفترض ان انا عندي واير اهو وهنا جواه الكترون، الالكترون ده في كذا الكترون تاني برضو، كل الكترون منها اتفقنا ان هو في حاله ثيرمال فايبريشن، يعني هو عمال ينزل ويطلع ينزل ويطلع. كل ما حضرتك بتسخن بتديهم انرجي اكتر فبيتعفرطوا كده والفايبريشن بتاعهم يزيد. يبقى مثلا كل المسافه دي، كل المسافه دي، كل المسافه دي، يفضلوا يتعفرطوا كده في المكان كله. يبقى كل ما بسخن الفايبريشن بتاعي بيزيد، فايبريشن المولكيولز دي بتزيد، بديهم انرجي، فالكوليجنز تزيد لان الالكترون بتاعنا جاي من هنا. بقى قلنا الكهرباء بتاعتنا اللي هي الفري الكترونز جايه من هنا، فاحتماليه انه يخبط اكتر بتزيد،
لان انت دلوقتي سخنت فديتهم انرجي، فمش قاعدين في حالهم كده بيفبريت بالراحه كده، لا بقى عمالين يتعفضوا في كل حته، فيبدا الكوليجن بتاعك يزيد، فبالتالي المقاومه تزيد. يبقى انا عندي الريزيستنس بتزيد لما التمبريتشر بتزيد. طب ليه؟ قلنا لان التمبريتشر لما بتزيد الفايبريشن بتاع الكوندكتورز بيزيد، يبدا يتعفضوا في مكانهم اكتر كده، وكل واحد فيهم الامبليتيود بتاعها يزيد بالفايبريشن، وبالتالي احتماليه الكوليجن بتزيد، وبالتالي الريزيستنس بتزيد. يبقى لازم تبقى فاهم الايه الفيزيكس بتاعت انت. اه نعم القانون مش عليك، القانون اللي بين التمبريتشر والريزيستنس مش عليك، بس الفيزيكس عليك بقى، انك تبقى فاهم هو انا لما سخنت هو ليه المقاومه زادت. قلنا عشان السيرمال فايبريشن بتاع الموليكلز هيزيد، وبالتالي الكوليجن يزيد. عارف كده زي ايه؟ مثال بسيط جدا، تعال نروح مثلا للمدرسه ونيجي للكي جي 1 وكي جي 2، يبقى هم قاعدين في الفصل هادين كده، وكل واحد قاعد في الديسك بتاعه، اوكي ممكن بيتحرك كده ليه سيرمال فايبريشن بس على قده شويه. نيجي نخش نقول لهم يلا بريك وانطلقوا، هتلاقي ان هم لما يقوموا يتعفطوا في القاعه كلها او في الفصل كله وفي الكوريدور، الكوليجنز بينهم هتزيد. في الاول لما انت بتمشيهم في الطابور كده بانتظام، لا كل واحد ماشي بانتظام كده ومفيش كوليجن بينهم، وارد يبقى في كوليجن ولا اتنين، بس لا الدنيا منظمه. وقت ما تقول لهم يلا بريك هتلاقي كله بايه بينطلق وبيتعفرت كده، فوارد الكوليجنز بينهم تزيد، كلام منطقي. يبقى لما الكوليجن بيزيد الريزيستنس بتزيد. يبقى ليك فهمت قصه ان لما التمبريتشر بتزيد الثيرمال فايبريشن بتاع المولكيولز بيزيد، وبالتالي الريزيستنس بتزيد عشان الكوليجن زاد. انا ازاي هقيس الريزيستنس بتاعه السلك؟ دلوقتي الريزيستنس هقيسها بجهاز اسمه اوميتر. طبعا انت كده خدت بالك بقى ان في جهاز اسمه اميتر بيقيس الاي، فولت ميتر بيقيس الفولت، واوميتر بيقيس الايه الريزيستنس. الثلاثه دول هندرسهم بالتفصيل في شابتر 2. طيب يبقى انا عرفت هقيسه ازاي. ملوش سيمبل في الرسمه لانه مش عليك في السيركتس، مش بنرسمه في الالكتريك سيركتس، بس لما ندرسه بالتفصيل بنشوف ازاي نحسب بيه، انما مش عليك في الرسومات اللي بما فولت ميتر والميتر عليك. الريزيستنس عندي منها نوعين، يا اما عندي كونستانت ريزيستنس يا اما عندي فاريبل ريزيستنس. يعني يا اما ريزيستنس مقاومتها ثابته مش هتتغير، يا اما ريزيستنس اقدر العب في قيمتها اعليها بقى اوطيها عشان اتحكم في الكهرباء اللي في السيركت، هنسميها ريوستات. يبقى الفاريبل ريزيستنس ليها اسم ثاني اسمه ريوستات. سيمبل بقى الريزيستنس في الالكتريك سيركت عامل زجزاج كده. فاكر من شويه برضو لما جيت رسمت الواير بتاعنا والالكترون ماشي جواه، قلت لك بيقابل ايه؟ بيقابل جوه الكترونز قاعدين كده. وعشان ارسم لك الكوليجن يعني قعدت اقول لك رسمت لك كده شكل ايه؟ زجزاج شويه. فاحنا بنرسم الريزيستنس في شكل الزجزاج ده، الشرشره دي ممكن تقابلها في المساله عامله كده. واحدة بس، ممكن تقابلها كذا واحدة، ممكن تقابلها في شكل مربع، ممكن تقابلها في شكل لمبة، بس هعرفك ان رمز اللمبة واقول لك ان دي لمبة عليها مثلا 5 اوم مثلا، اوكي؟ بس طبعا اشهر شكل اللي هو الشكل ده. ده شكل ايه؟ الستاندرد ريزيستنس، شكل الريزيستنس، الكونستانت ريزيستنس. امال الفاريبل ريزيستنس بنحط عليها سهم بس كده. السهم ده بيعبر مثلا عن السلايدر عنها ايه؟ تغير يعني، ممكن اعليها ممكن اوطيها. يبقى انا لما ارسم لك دي كده مقاومه ثابته، لما ارسم لك دي وعليها سهم دي كده مقاومه متغيره. طيب هنا عندنا الجرافس ما بين الار والال، طبعا عرفنا انها دايركت، ما بين الار وانفرس الاريا دايركت. يا مستر لا ثانيه، انت قلت لي الار والاريا عكس بعض، ما هو انا هنا راسم 1 اوفر الاريا. يبقى انا لما اجي ارسم الجراف ما بين الاريا والار، اه طبعا هيبقى انفرس طبعا، بس لما ارسم لك انفرس الاريا يبقى الجراف بتاعي دايركت. طيب ايه قصه بقى الار دي؟ الجراف التالت ده، ما احنا عارفين ان السلك لو ده واير كده جيت بصيت عليه من هنا هتلاقي ان هو ايه تقريبا سيركل، واحنا عارفين ان الاريا بتاعت السيركل باي ار سكوير. يبقى انا ممكن اكتب ان الار ايكوال رولا رو ال اوفر الاريا، هشيل الاريا واكتب باي ار سكوير. ونفس القصه بقى، هي علاقه الريزيستنس بالراديوس؟ ما هي برضو، ما كل ما الراديوس تخن كل ما الريزيستنس ايه قلت، يبقى الاثنين مع بعض ايه انفرس. يبقى لو هرسم جراف ما بين الار سكوير والار طبعا انفرس، يعني زيه زي الاريا من الاخر.
عادي. طب ولو هرسم ال1 اوفر بقى زي ما انا عامل هنا كده، لا الجراف هيبقى دايركت عالي جدا. اوكي، موضوع الاسلوب ده انا عارف انك بتعرفش تحله، واقف معاك، بس ده جاي كمان شويه بالتفصيل الممل من الاساسيات بتاعته. هرجعك تاني من اعدادي نتكلم بقى في كل الاساسيات ازاي بنحلها وازاي بنجيبها، لان ده مكمل معانا على مدار منها كله، فهتكلم فيها كمان شويه. انا بس عايزك تعرف لي الجراف شكله ايه بس، ريليشن لا دايركت مع لينس، دايركت مع انفرس الاريا، دايركت مع انفرس الار. طيب الفيزيكال بقى كوانتيتي رقم 4 اللي هي الريزستيفيتي، الالكتريك ريزستيفيتي او السبيسيفيك ريزيستنس. ايه الريزستيفيتي؟ قلت لك من شويه ان كل ماده ليها سبيسيفيك ريزيستنس، ليها رقم معين. دلوقتي احنا عندنا كبر، عندنا الومنيوم، عندنا ايرون، عندنا كذا ماتيريال، وكل الماتيريالز بتوصل. انا عايز اعرف انهي بيوصل احسن، مين بيوصل احسن من مين، قمنا عملنا ايه؟ جبنا متر من كل ماده، متر من الكبر، من الايرون، من الالومنيوم، من السيلفر، من الجولد كده. يبقى انا جبت سلك، السلك ده طوله 1 متر وتخنه الكروس سكشن بتاعه، الكروس سكشن بتاعه 1 متر سكوير، وعن درجة حرارة ثبتناها برضو. قلت لك لما احب ادرس فيزيكال كوانتي علاقتها بفيزيكال كوانتي تانية بثبت كل الفاكتورز تانية. فهنا انا عايز اقارن بين كذا مادة، انا عايز اعرف انهي واحد فيهم بيوصل احسن، الكبر ولا الايرون ولا الالومنيوم ولا مين بالظبط. قمنا عملنا ايه؟ ثبتنا اللينس، يبقى كلهم 1 متر. هات لي يا سيدي 1 متر من كل دول. طب وبالنسبه للاريا، ما انت ما ينفعش تجيب لي سلك تخين وسلك تاني رفيع وتقارن لي بينهم وتقول لي والله ده بيوصل احسن، ما هو بيوصل احسن عشان اتخن. لا ما ينفعش. يبقى لازم ثبت لي كمان ايه؟ الكروس سكشن الاريا. يبقى انا ثبتت اللينس وثبتت ايه؟ الاريا من كل ماتيريال. وجينا شفنا الريزيستنس بتاعتهم، قسناها عند درجه حراره معينه وكلهم عند نفس درجه الحراره، وشفنا الريزيستنس بتاعت كل واحد فيهم كام. يبقى انا ثبتت اللينس، ثبتت الاريا، وثبتت درجه الحراره. يبقى كده هقدر افرق مين عنده ريزيستنس اقل ومين عنده ريزيستنس اعلى. يبقى انا ثبتت اللينس، ثبتت الاريا، وثبتت التمبريتشر كمان عشان اعرف ان انا اعرف انهي كايند اوف ماتيريال يديني اقل ريزيستنس. ايه الماده بقى اللي توصل بشكل جامد، اللي تريحني في الكهرباء من غير ما تستهلك كتير، من غير ما ترخم على الكهرباء قوي، الريزيستنس هنا هاديه قليله. والرقم اللي طلع معايا ده قلت لك ان هو رقم الريزيستنس. بس لما كانت الريزيستنس بتاعتي، بس لما كانت اللينس بتاعي ب1 وكان الاريا بتاعتي ب1، الرقم بقى اللي طلع معانا ده سميناه رو اي، الكتريك ريزيستيفيتي او سبيسيفيك ريزيستنس، بالعربي يسموها مقاومه نوعيه تعتمد على الماده بس. يبقى مقاومه السلك اللي طوله متر 1 متر والكروس سكشن 1 متر سكوير هو ده الالكتريك ريزيستيفيتي. يبقى ايه الالكتريك ريزيستيفيتي؟ هي الريزيستنس الماتيريال بس عند لينس 1 متر واريا 1 متر سكوير. هو انت يا ابني ليه عملت ده؟ ما انا عشان افرق بين الثلاثه ماتيريال اللي قدامي، عايز اعرف مين بيوصل احسن. ما الموضوع طلع، بس لو انت فاكر، لو رجعت خطوه لورا، موضوع الريزيستنس طلع بيعتمد على ايه؟ كايند وتمبريتشر ولينس واريا. فانا كان لازم اني اثبت الثلاثه دول عشان اعرف بقى انهي ماتيريال اللي اشتغل بيها بقى ويبقى عندها اقل مقاومه واعمل منها السلوك بتاعتي. يبقى انت دلوقتي فهمت كده ايه هي الريزستيفيتي او ايه هي السبيسيفيك ريزيستنس. هي ريزيستنس بس للسلك اللي طوله متر واحد والاريا 1 متر سكوير. طيب عملنا ده ليه؟ عشان نفرق بين انواع الماتيريال وبعضها ونعرف مين بيوصل احسن. طيب الرقم ده ثابت لكل ماتيريال، الكبر ليه رقم، الالومنيوم ليه رقم، الالومنيوم ليه رقم. القانون بتاعنا هو نفس القانون اللي فات، الار ايكوال رولا، رولا رو ال اوفر اريا، مش كده؟ هات لي بقى من هنا الرو في ناحيه لوحدها، الاريا نوديها بالمالتيبليكيشن، اللينس ينزل بالديفايدد، يبقى انا عندي ده كده هيروح بالمالتيبلاي، يبقى الار في الاي ايكوال رو ال، وادي ال الناحيه الثانيه، يبقى انا بقولها رال، يبقى الرو ايكوالز رال. يبقى انا قلت لك الريزيستنس ايكوال رولا والريزستيفيتي لوحدها ايكوال
ريال ار اي على ال. طب واليونت يا مستر؟ اليونت دايما بنجيبها من القانون ار اي على ال. دي مين؟ دي الرو. الار اتفقنا انها بتقاس بالاوم. طب والاريا؟ ما الاريا دي بتقيس المساحه يعني بالمتر سكوير. ماشي. طب واللينس؟ احنا عارفينه بالمتر. ممكن بقى اشيل متر من دول مع السكوير، واحد من اللي فوق دول مع المتر اللي تحت او المتر اللي تحت مع السكوير، هيبقى لحضرتك ايه؟ هيبقى لك الاوم في المتر. يبقى اليونت بتاعت الريزستيفيتي اوم متر. طب ويا ترى الفاكتورز ايه نظامها؟ الفاكتورز بتعتمد على نوع الماده زي ما اتفقنا والتمبريتشر. بس انا عشان اقارن قلت لك كنت مثبت التمبريتشر، فاحنا لو غيرنا التمبريتشر هنغير الريزستيفيتي برضه. القانون مش عليك ولكن العلاقه دايركت، يعني الرو دايركت مع التمبريتشر بس القانون مش عليك. يبقى انا لو سخنت السلك الريزستيفيتي تزيد، الريزيستنس تزيد، فطبعا الكوليجن زي ما قلنا تزيد، وده يرخم على الكهرباء. يبقى افتكر لي ان هي الكايند والايه والتمبريتشر. طيب يجيلك سؤال كده يقول لك ايه؟ What will happen to the resistivity when the lens is doubled؟ حضرتك تقوم راح كاتب القانون على طول ار اي على ال. يا مستر ما هو قال لي اللينس زاد، ده زاد مرتين، طبيعي ده يقل لايه؟ النص. غلط، لان احنا اتفقنا ان الريزستيفيتي تعتمد على الماتيريال، رقم ثابت لكل ماده. انت لما تجيب سلك نحاس طوله متر، واحد تاني طوله مترين، واحد تاني طوله 3 متر، الثلاثه هيوصلوا زي بعض، الثلاثه هيقاوموا زي بعض، يبقى الريزستيفيتي بتاعتهم واحده، الريزستيفيتي ثابته. اوكي، دي رقم ثابت، يبقى الريزستيفيتي ما بتتغيرش، لان احنا اتفقنا ان هي رقم ثابت لما السلك يبقى طوله متر والاريا هو متر سكوير. تعتمد على الايه؟ على الماتيريال وعلى التمبريتشر. يعني انت تخنت السلك، رفعت السلك، طولت السلك، قصرت السلك، الريزستيفيتي زي ما هي. طيب حاجه كمان اسمها الالكتريك كوندكتيفيتي، عكس اللي فاتت بقى اسمها ايه؟ اسمها ريزستيفيتي. الكوندكتيفيتي هي مقلوب الريزستيفيتي، واحد على الرو. برضو ده رقم ثابت بيعبر عن قد ايه الماده دي تقدر توصل الكهرباء بشكل جيد. يبقى الكوندكتيفيتي الريسبروكال اوف ريزستيفيتي، وبالتالي القانون بتاعها ال على ار اي. مش الثانيه كانت ريل ار اي على ال، دي بقى لارا ال على ار اي. يبقى الكوندكتيفيتي هي مقلوب الريزستيفيتي، او ممكن تقول طبعا انها مقلوب الريزيستنس لسلك طوله متر والاريا متر سكوير. يبقى دلوقتي انت عرفت ان عندك ثلاث حاجات، الريزيستنس والريزستيفيتي والكوندكتيفيتي. الريزيستنس تعتمد على اللينس والاريا والكايند والتمبريتشر. الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي لا يعتمدوا على اللينس والاريا. امال يعتمدوا على ايه؟ يعتمدوا على الكايند والتمبريتشر. وبالتالي لما يجي لك جراف ما بين الرو والاريا، نو ريليشن. بين الرو واللينس، بين الرو انفرس اللينس، نو ريليشن. الكوندكتيفيتي واللينس، كوندكتيفيتي والاريا، كوندكتيفيتي واللينس وانفرس الاريا، نو ريليشن. لان الكوندكتيفيتي والريزستيفيتي بيعتمدوا على نوع الماده. الواير اللي قدامك ده مصنوع من ايه؟ مش طوله قد ايه؟ يبقى الكابر هيوصل سلك طوله متر من الكابر، وسلك طوله 2 متر من الكابر، الاثنين هيوصلوه وبنفس الكفاءه. طيب انما المقاومه الريزيستنس بتاعت انهي سلك اطول؟ انهي سلك اعلى؟ اللي عنده لينس اعلى. يبقى لما اجي اسالك ان عندي سلك كان مثلا 1 متر وسلك تاني 2 متر، الاثنين من نفس الماتيريال، الاثنين نحاس كابر، يبقى مبدئيا الاثنين ليهم نفس الرو وليهم نفس السيجما. الكوندكتيفيتي واحده والريزستيفيتي واحده. انما هل يا ترى اللينس او الريزيستنس هي ايه؟ اكيد لا. الكهرباء لما تمشي هنا هيحصل لها شويه كوليجنز بطول السلك. طب هنا الطريق اطول، السلك اطول،
هتعاني من ريزيستنس اكتر. يبقى الريزيستنس هنا مش ايكوال طبعا. اكيد الريزيستنس اعلى فين؟ في السلك التاني. لان انت بقى خدت معايا خلاص، خدت معايا خلاص ان الريزيستنس تعتمد على اللينس، كل ما السلك يطول المقاومه بتزيد. يبقى ارجوك افتكر معايا ان الرو والسيجما دي فيزيكال بروبرتيز تعتمد على الماده نفسها، وده منطقي. لما تجيب سلك نحاس طوله متر وسلك نحاس طوله 2 متر، ما الاثنين هيوصلوا كهرباء، الاثنين هيوصلوا هيت، مفيش حاجه اسمها ده هيوصل احسن. انما لو مشيت فيهم هما الاثنين كهرباء وسالت الكهرباء هو انت تعرضت للمقاومه اكتر فين، هقول لك طبعا في السلك الاطول اللي كان ليه مطبات طول الطريق. طبعا نتكلم على اخر جراف ما بين الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي. انت عارف ان الرو واحد على السيجما، علشان انا لسه قايل من شويه ان السيجما واحد على الرو، يبقى برضه الرو واحد على السيجما، يبقى العلاقه بينهم انفرس. يعني الريزستيفيتي لو انكريز الكوندكتيفيتي ديكريز، والريزستيفيتي لو ديكريز الكوندكتيفيتي انكريز، الاثنين عكس بعض. فالجراف هنا يبقى ايه؟ دايركت. يا مستر من ثلاث سنين عكس بعض حبيبي، انا راسم 1 اوفر 1 اوفر السيجما، لو السيجما بس يبقى انفرس 1 اوفر السيجما. الانجل دي لازم تكون 45، لان السلوب هنا هو رو على واحد على السيجما، واحنا متفقين تحت اللي تحت بيطلع فوق، يبقى رو سيجما. هو لما اضرب الرو في السيجما من القانون، لما اضرب دول في بعض او اضرب دول في بعض يبقى لك كام؟ 1. ايوه، يعني ايه علاقه ال1 بال45؟ المفروض حضرتك برضو عارف ان السلوب دايما بيكون ايكوال تان السيتا، يعني تان السيتا ب1. شفت تان على الكالكوليتر هيطلع لك الانجل دي 45. دي لما يجي لنا كذا جراف لازم اختار الجراف ال45. مستر انا مش فاكر الصراحه السلوب ده ايه نظامه، انت اللي عملته هنا ده انا مش فاهمه خالص. موضوع تاني السيتا ده انا مش فاكره، ما جاش ما عداش عليا. البارتيشن اللي جاي برضو هنتكلم بالتفصيل تاني، وهفكرك تاني ايه هو الجراف، بجيب الاسلوب ازاي، دلتا واي ودلتا اكس وكل الكلام ده، نرجع 3 سنين لورا. يبقى احنا كده يا شباب اتكلمنا على كذا فيزيكال كوانتي، اولهم الكتريك كارنت انتنسيتي اللي هي الاي، اتكلمنا على البوتنشال ديفرنس في، اتكلمنا على الريزيستنس ار، اتكلمنا على الريزستيفيتي، اتكلمنا على الكوندكتيفيتي. عندنا بقى القانون اللي هو اصلا اسم التشابتر اللي هو اومز لو، القانون اللي بيربط ما بين البوتنشال ديفرنس اللي هو ان كان بيحرك الكهرباء اللي هي الاي، وعندنا الار اللي بترخي مع الكهرباء الريزيستنس المقاومه. القانون ممكن نعبر عنه بالصوره دي، الاي اللي هو الضغط ده الامبير عايز يمشي جوه السلك، مين اللي بيزقه؟ مين المسؤول عن المجهود ان هو يزق الاي جوه السلك؟ البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي. طب هو الفي ده اصلا جه منين؟ يعني الطاقه دي جت منين؟ جت قلنا بقى من الباتري، السورس اوف انرجي بتاعنا. طب مين اللي بيرخم على الامبير ومش عايزه يعدي؟ الاوم الريزيستنس اللي هو لونه احمر ده، مش عايز الكهرباء تمشي، بيرخم عليه. فعندنا قانون اسمه اومز لو بيربط بين الثلاثه ببعض. القانون ده في ايكوالز اي ار، البوتنشال ديفرنس زي ما انا قلت لك من شويه ان بيساوي الورك اوفر كيو. خلاص بقى انت عرفت التعريف بتاعه، انسى بقى ده خلاص. اومز لو بيقول الفي ايكوالز اي ار. تعال نشوف كده الديفينيشن بيقول ايه. الكرنت انتنسيتي ان ذا سيركت از دايركتلي بروبورشنال تو ذا اي بوتنشال ديفرنس ات ا كونستانت تمبريتشر. كل ما تزود الفولت كل ما الكرنت يزيد، كل ما كان الفولت اللي هو الاصفر ده بيزق اقوى وبيزق اكتر، كل ما الامبير قدر يعدي بكميه اكتر وبسهوله اكتر. يبقى كل ما بزود البوتنشال ديفرنس كل ما الكرنت بايه بيزيد. يعني مثلا ادي الريزيستنس اهي، هنا في بوزيتيف 4 فولت وهنا في بوزيتيف 2 فولت، وهنا مثلا الار ب 1 اوم، وسيركت ثانيه هنا مثلا في برضو نفس اللمبه بس هنا في بوزيتيف 10 فولت وهنا مثلا بوزيتيف 2 فولت. يا ترى انهي عنده كرنت اعلى؟ اللي عنده بوتنشال ديفرنس اعلى. الديفرنس من هنا لهنا الديفرنس بكام؟ 4 ماينس 2 يعني ب 2، الفي هنا ب 2. طب وهنا الديفرنس بكام؟ 10 و2 يعني الديفرنس بينهم 8. يبقى البوتنشال ديفرنس هنا اعلى، يبقى الكرنت هنا اتوقع ان يكون عالي.
برضه ممكن نربطها بمثال التيبل اللي قلناه من شويه. لقينا ترابيزه كده وحطينا هي الكره هنا ومترفعها سنه، هتلاقي الكره ايه بتزحلق كده ايه بالراحه شويه. طب لو رفعتها قوي هتلاقي الكره بتنزل اسرع. يبقى كل ما البوتنشال ديفرنس يزيد كل ما كان الكرنت بيفلو بكميه اكتر في السلك. طيب تعالى نقرا مع بعض كده بدايه الليسون بتاعنا. The circuit in the figure can be used to find the relation between the potential difference and the resistance والR across the resistance and I. يبقى انا ينفع من الرسمه دي هستنتج العلاقه ما بين ال V وال I في الR زي ما هنشوف دلوقتي. هي اصلا ايه الرسمه دي؟ اتكلمنا من شويه ان ده البطاريه بتاعتنا ال VB. اتكلمنا ان دي R variable مقاومه متغيره ممكن العب في قيمتها ازودها او اقللها. اتكلمنا ان دي كونستنت ريزنس مقاومه ثابته. اتكلمنا على ان ده اسمه اميتر، حاجه بتقيس لي الكهرباء، حاجه بتقيس لي الاي. طب وده اسمه ايه؟ قلنا فولت ميتر، حاجه بتقيس لي ايه؟ الفي. الفي اللي على الار دي بس، ان الفولت ميتر بتاعي متركب على الار دي بس، فبيقرا الفولت اللي هنا بس. اوكي؟ طيب تعال نكمل القرايه. When we change the potential difference across the resistor، هو انت ازاي هتغير الفولت هنا اصلا؟ By changing the resistance of the rheostat. لا مش فاهم. بص يا سيدي، المقاومه دي مقاومه متغيره، ممكن تعليها وممكن توطيها. وبالتالي لو انت زودت المقاومه، زودت الريزيستنس، الكرنت هيقل. الكرنت هيقل لان المقاومه زادت. طب ولما الكرنت يقل الفولت هنا هيقل؟ الفولت هنا هيقل، لان احنا متفقين ان الفولت ايكوال كام بقى خلاص؟ الفولت ايكوال اي في ار. الار بتاعتي دي ثابته، هحطه فيها نقطه كده مش هي جنبها. طب والكرنت اللي ماشي في السيركت حصل له ايه؟ ما هو الكرنت قل. قل ليه يا مستر؟ انا مسكت الفاريبل ريزيستنس بتاعتي وزودتها. فانت لما تزود الريزيستنس دي يبقى كل مقاومه السيركت زادت، فالكرنت اكيد هي ايه؟ هيقل. فلازم الفولت ايه؟ يقل. يبقى انا كده بغير البوتنشال ديفرنس هنا عن طريق ان اغير الريزيستنس دي. طيب تعال نكمل. وبعد كده يا سيدي هنسجل قراياتنا. يبقى انا كل شويه هفضل العب في الريوستات واسجل قرايه الاميتر واسجل قرايه الفولتميتر، هشوف الاي بقى بكام والفي بقى بكام، وهيظهر عندي جراف دايركت ما بين الفي والاي. يبقى انا هفضل العب في قيمه الريوستات الفاريبل ريزيستنس، ازودها بقى اقللها اعمل اللي انت عايزه. انا وليكن في المثال بتاعي مسكت الريوستات وزودته، يعني زودت المقاومه. طب المقاومه لما تزيد الكرنت يقل، فلما الكرنت يقل الفولت هيقل. يبقى اذا عندي ريليشن دايركت ما بين الفي والاي، لو الاي زاد الفي هتزيد، لو الاي قل الفي هتقل. طيب اليونتس عندنا قلنا الفي ايكوال اي في ار، اتكلمنا ان الكابتن ده بيتقاس بالفولت والكابتن ده بيتقاس بالامبير وده بيتقاس بالاوم. فبرضه زي ما الفولت كان بيساوي جول على كولوم في اول الحصه، برضه ايكوال امبير في ايه؟ في اوم. تعالى بقى نتكلم على نقطه مهمه جدا قلتها لك في اول الحصه. نرجع للمثال بتاعنا، مثال الشارع الطويل والشارع القصير، الشارع الضيق والشارع الواسع بالنسبه للريزيستنس. الشارع الطويل اللي فيه نقر وحفر، المقاومه فيه عاليه ولا قليله؟ والعربيه ماشيه المقاومه فيه عاليه لان الشارع مليان مطبات. لو جبت شارع اطول المقاومه هتزيد لان النقر هتزيد. طب لو وسعت الشارع، لو الشارع كان واسع نفس الكلام، هيبقى المقاومه هتقل لان الشارع بقى اوسع فهمشي براحتي بالعربيه. هل لو نفس الشارع مش جواه عربيه او عربيتين او ثلاثه، هل ده هيغير في المطبات والنقر اللي موجوده؟ مش منطقي. كلام ايه اللي بتقوله ده يا مستر؟ مش منطقي قوي. يبقى انا عايزك تفهم ايه؟ الشارع ياثر على سرعه العربيه وراحتها وهي ماشيه، انما العربيه ما تاثرش في الشارع. كلام منطقي. نفس الكلام عندنا هنا في الفيزيكس، الريزيستنس تاثر على الاي، يعني المقاومه لو زادت الكرنت يقل، المطبات في الشارع لو زادت سرعتها هتقل وانا مش هبقى ماشي براحتي. مظبوط. فالشارع ياثر فيا انا كعربيه ماشيه، لا ياثر فيا. يبقى الار لما تزيد الاي يقل، انفرس ريليشن. طبعا ات كونستنت فولتج انا بتكلم، طبعا ان الفولت ثابت دلوقتي، ما هو الفي ايكوال اي في ار يا شباب، الفولت هعتبره ثابت مش هي جنبه.
طبيعي المقاومه لو زادت الكرنت يقل. بص لي بقى على الجراف ده كده، بص لي كده على علاقه الاي بالار، نو ريليشن. انا لو الشارع نفس الشارع اللي فيه نقر وحفر مشيت فيه عربيتين 3 10 ما هو نفس الشارع بنفس المقاومات بتاعته. كلمني يا مستر فيزيكس والنبي عشان خلاص كفايه شارع وطبقات. انت شاري لمبه، اللمبه دي 5 اوم، اللمبه دي انت شاريها متصنعه خلاص ومعموله 5 اوم، قمت حضرتك موصلها ببطاريه مشي فيها 1 امبير وده كارنت كبير جدا، قمت انت جبت نفس اللمبه وموصلها ببطاريه ثانيه او مصدر ثاني بقى مشي فيها 2 امبير، هل اللمبه مقاومتها هتزيد او هتقل؟ لا طبعا، ما هي نفس اللمبه، نفس اللامب اللي انت شاريها وخلاص متصنعه مقاومتها 5، خلاص شكرا الموضوع منتهي. اوكي، يبقى الريزيستنس تتحكم في الاي، بس الاي ما يتحكمش في مين؟ ما يتحكمش في الار. يبقى العلاقه بينهم انفرس، الار انفرس مع الاي، بس الاي والار، الاي نو ريليشن مع الار، ما يقدرش ان هو يزودها ولا يقللها، انما الار تزود وتقلل الاي عادي جدا. نفس القصه بالظبط مع الفولت. ايه علاقه البنزين بالمطبات؟ مش فاهم. يعني انا مثلا لو حاطط بنزين كتير في العربيه، ما هو البنزين ده افتكر معايا كان الفولت كان هو اللي بيزق العربيه، كل ما احط بنزين كتير او بنزين قليل ده يخلي العربيه ما تتاثرش بالمطبات؟ لا طبعا، ملهاش اي علاقه. يبقى نفس القصه، الفولت زاد قل ملوش اي علاقه بالريزيستنس نهائي خالص. انت بقى معاك بنزين معاكش بنزين، لو معاك تسلا ربنا يكرمك شاحنه مش شاحنه مش قصتي، ملهاش علاقه بالشارع. انما الشارع لو كان مليان مطبات مليان نقر وحفر ده هيستهلك منك انرجي انك تتخطاه، يبقى بالتالي لما اشوف الريزيستنس مع الفي هلاقيها دايركت. يعني خلصت الكلام يا مستر عشان احنا ايه رغينا في حاجه كتير. الفي والاي يتاثروا بمين؟ بالار. يعني الار تغير الفولت وتغير الاي، بس الاي والفولت ما يغيروش في الار. اوكي، زي بالظبط مثال العربيه، العربيه هي الاي، البنزين هو الفي، الشارع بالمطبات بالحفر بالنقر هي دي الريزيستنس. الريزيستنس الحفر والنقر دي والشارع ياثروا فيا انا في استهلاك بنزيني وفي عربيتي، انما انا كعربيه وكبنزين ماليش تاثير على الشارع طبعا. فلو سمحت افتكر ده. طب انت يعني ماشي ممكن معناها هي منطقيه بس ممكن تسقطها، افتكر معايا في اول الحصه قلت لك كده ايه؟ قلت لك لو سمحت احفظ لي ايه هي الفاكتورز افكتنج على الريزيستنس. قلت لك ساعتها ايه؟ قلت لك كايند اوف ماتيريال، تمبريتشر، لينس، واريا. هل في الفاكتورز دول اي او في؟ لا، يبقى الاي والفي ما تاثروش في الار، انما الار تاثر فيهم. اوكي، يعني هي تاثر فيهم ما تاثرش بيهم، خلاص اتفقنا. هتكلم معاك بعد كده على اخر حاجتين بساط خالص وظروف جدا، حاجه اسمها الانرجي، الورك داون اللي اتكلمنا برده عليه من شويه، دلوقتي بقى عايز احسبه. انا قلت لك من شويه ان الفولت ايكوال ورك على كيو، الورك ده قلت لك اسمه ايه؟ الورك داون، الانرجي. ممكن اشيلها كده واكتبها ايه، اكتبها بالصيغه اللي تعجبك، يبقى ممكن ايه او ممكن دبليو. شكيت لي اني كاتب لك هنا ايه، E equal W، electric energy أو work done، الاثنين صح، الاثنين في النهاية energy. طيب فاكر من شوية كده قلت لك إن Q equal كام برضو في أول حصة خالص؟ كانت equal N في E. لا بس أنا مش عايزها هنا، ممكن تكتبها بس مش محتاجها هنا، أنا عايز الثانية اللي هي إيه؟ الـ I كان equal Q على T. معلش هات لي كده Q من هنا، هتلاقي ده multiply ده ولا لأ؟ صح؟ يبقى I في T ولا لأ؟ يبقى ممكن أكتب هنا I T. I T. يبقى الورك بكام؟ V في Q أو V في T. خلاص أنا مستر مش فاهم الحتة بتاعت التعويض دي، مش مشكلة خالص. أنت عندك الـ V إيكوال ورك على Q، يعني الورك إيكوال V في Q. طب ما Q I في T يبقى V I T، ليها برضو صيغتين كمان. هو انا مش لسه قايل لك ان الفي بت ايكوال اي في ار؟ مظبوط. مش ممكن اشيل بقى الفي دي واكتب مكانها اي في ار؟ يلا ادي اي في ار لوحدها كده ايه اللي هي الفي، وهنزل الاي وتي زي ما هم.
ممكن بقى نعمل لهم ملتبلاي بعض، هو اي في اي باي سكوير، والار تنزل زي ما هي والتي تنزل زي ما هي، يبقى اي سكوير ار تي. ممكن اه ممكن. طيب معلش برضو رجع لي هنا تاني كده، مش هي في اي تي؟ مش انا ممكن اشيل الاي واكتب في على ار؟ لا جت منين دي يا مستر؟ ما انت عندك الفي، الفي ايكوال اي في ار، يعني ممكن اقول لك ان الاي هنا بكام؟ في على ار. والقانون ده مكمل معانا لحد تشابتر 4 في الكهرباء كلها، اي اي في الدنيا في على ار. طيب يبقى انا ممكن من هنا اقول لك الورك ايكوال الفي، سيبها زي ما هي، الاي هكتبها ايه؟ ها في على ار. انا بس بثبت لك قوانين، والتايم هنزله زي ما هو اللي هو ده. يبقى انا كتبت الفي اهو، الاي في على ار اهي، التايم هنا زي ما هو. دخلي بقى الفي جوه كده، في 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 سكوير على ار في التايم. يبقى انت كده عندك كل القوانين وكل الصور المختلفه بتاعت الانرجي. اي انرجي في الدنيا بتتقاس بالجول، كلام قديم انت عارفه من سنه. هنتكلم بقى على مصطلح جديد انت مش يعني انت عارفه بتسمعه كده في الحياه بس ايه مش مترجم قوي معناه. تشتري اللمبه دي كده يقول لك اللمبه دي 100 واط 120 واط 50 واط. ايه بقى الواط ده يا سيدي؟ الواط ده اليونت بتاعت الباور. هو ايه الباور بقى يا سيدي؟ بص بقى معايا، الباور هو الانرجي على التايم. هو بما ان الباور هو انرجي على التايم، وانا لسه قايل لك القوانين من فوق اهي نفس القوانين، انا مجرد هشيل التايم منهم. ما هو انرجي على التايم يعني في اي تي على التايم، فهتلاقي نفسك بتشيل التايم، وبرضو اي سكوير ار تي على التايم، فبرضو هتشيل التايم. فخلاصة الكلام ان هو هيبقى الانرجي او الباور ايكوال في في اي، في سكوير الار اي سكوير في ار. دي برضو صور للباور. اليونت بتاعته اكيد جول على السكند او المشهوره جدا وات، ودي اللي هنشتغل بيها. بس انا برضو يا مستر ما فهمتش ايه الباور ده، ايه وات دي يعني؟ يعني ايه انرجي على التايم؟ بص يا سيدي، اي حاجه على التايم عامه بنسميها، اي حاجه على التايم في الفيزيكس بنسميها ريت، معدل. يعني مثلا ايه المعدل بتاع درس الفيزيكس بتاعك في الاسبوع؟ تقول لي يا مستر هي حصه في الاسبوع، once per week حصه في الاسبوع. طيب بالنسبه مثلا معدل وانت علم رياضه الماس، هتقول لي لا الماس انا باخد حصتين في الاسبوع، يبقى twice per week. يبقى كلمه اي حاجه على التايم دايما بنسميها معدل، المعدل. طب انرجي على التايم ده الريت اوف انرجي، الريت اوف كونسيومينج انرجي. لا عايز افهم اكتر، حضرتك شاري لمبه مكتوب عليها 100 واط، يعني ايه اصلا 100 واط؟ احنا اتفقنا ان هي انرجي على التايم، يعني 100 جول في الثانيه الواحده. يعني لما حضرتك بتشتري لمبه 100 واط، اللمبه دي بتحرق 100 جول كل ثانيه، وده اللي بندفع فلوس عليه. قد ايه استهلكنا من الايه الالكتريك انرجي مش الباور. افهمك الحته دي عشان ما تتوهش مني. تعالى كده انا ارسم لك جراف ما بين الانرجي والتايم، ونفس الجراف ما بين الانرجي سوري اسف ما بين الباور والتايم. مثلا لما اشتريت اللمبه مكتوب عليها 100 واط وشغلتها في البيت بعد شهر بعد شهرين بعد سنه، هي لمبه 100 واط مهما الزمن عدى عليها، نو ريليشن، شكرا هاش دعوه خالص. ده اللي بيدفع كهرباء عليه؟ نو. ما مين الكابتن ده؟ الانرجي مع التايم دايركت. انت شايل لمبه مكتوب عليها 100 واط، شغلتها يوم شغلتها شهر تفرق طبعا، ما هي طول ما هي شغاله عماله تحرق 100 جول كل ثانيه، وبالتالي هتلاقي الريليشن دايركت. وطبعا هتلاقي الماثيماتيكال رول بتسبورت الكلام ده. مش فاهم؟ بص كده هتلاقي التايم موجود معانا في القانون بتاع الايه؟ بتاع الانرجي، انما الباور القوانين بتاعتها ما فيهاش تايم. قلت له يا مستر بس اهو يا مستر ما انت اهو تايم اهو. في قوانين بنجيب منها التعريف، قلنا عايز بس اعرف دي عباره عن ايه، احسب منها انما هي فيزيكلي بتعتمد على ايه؟ لا ما بتعتمدش على القانون ده.
الباقي يبقى الباور ملوش علاقه بالتايم. حضرتك شايل التليفون بتاعك او الشاحن بتاعك مكتوب عليه 5 واط مثلا، هو 5 واط. السوبر تشارجنج مثلا 15 واط، هيفضل هو 15 واط، مش بقى هيزيد ولا هيقل لما تستهلكه. انما انت لما كل ما تستهلكه تدفع كهرباء اكتر، لان الانرجي بتاعتك بتستهلك بشكل ايه؟ بشكل اكتر. يبقى عرفت خلاص معنى كلمه ان انا جايب لمبه عليها 100 واط، ان انا بستهلك 100 جول كل ثانيه. عرفت يعني ايه جايب لمبه مكتوب عليها 200 فولت و100 واط؟ 200 فولت يعني 200 جول عشان انقل 1 كولوم من النقطه للثانيه. افتكر معايا كان الفولت ايكوال ورك على كيو، انرجي على كيو، الطاقه اللي هستخدمها عشان انقل شحنه واحده بس. يبقى هستخدم ايه لما اقول لي 100 سوري هنا 200 فولت، ده معناه 200 جول بير 1 كولوم. بحرق 200 جول عشان ال 1 كولوم من النقطه للثانيه. طب بالنسبه ل 100 واط، 100 واط معناها ان اللمبه دي بتحرق لي 100 جول كل ثانيه، كل 1 سكند. طيب تعالى كده نشوف السؤال. Two wires are made of metals. لازم طبعا يكون conductor. If 2 times 10 power 20 electron passes through the first one. هو ده ايه يا جماعة؟ ده عدد الالكترونات اللي هو N. لو فاكر في اول الحصة خالص يبقى ممكن اكتب على جنب هنا N1 equal 2 times 10 power 20. طبعا ما لهاش يونت لان ده عدد. ده الكترون، عدد الكترونات، ما لهاش عدد. طيب while the other one sorry two of the first wire that has a resistance R. يبقى ال R الأولى قيمتها R كل ثانية. and 3 times 10 power 20 electron pass through a cross section area of the second wire. يبقى ال N الثانية بكام؟ 3 times 10 power 20. طب في resistance قد ايه؟ 2 R. يبقى ال I بتاعته ال R آسف بتاعته ب 2 R. طيب عظيم. هات لي يا سيدي ريشيو بتوين ذا كونسيومد باور الاولاني على الثاني. ريشيو بتوين الباور، تعالى كده مع بعض واحده واحده نسترجع قوانين الباور. الباور بدانا انها انرجي على التايم، بدانا انها في اي، بدانا انها اي سكوير ار، بدانا انها في سكوير على الار. 1 2 3 4 اربع قوانين اشتغل بيني. واحد كلهم ينفعوا، كلهم ينفعوا. اشتغل مين بالاسرع؟ اللي جيفنز بتاعته معاك. مبدئيا حضرتك معاك ايه؟ ريزيستنس. يبقى وش هشتغل بحاجه فيها ريزيستنس. شكرا، دول يروحوا مش هشتغل بيهم. اي سكوير ار في سكوير على الار ينفعوا؟ اه ينفعوا. اشتغل بمين؟ باللي معايا حاجته. الان دي كانت موجوده في الفي ولا موجوده في الاي؟ افتكر معايا كده الاي كان ايكوال كام؟ الاي كان ايكوال كيو على التي، والكيو كانت ان في. اه يعني الاي مش معايا بس ريحته معايا، اللي هي مين؟ الان، عدد الالكترونز. خلاص يبقى انا كده عرفت ان هشتغل بالاي سكوير في ار. يبقى عرفت ان الباور الاولاني ايكوال اي سكوير في ار. تعالى بقى نعوض. الاي سكوير بكام؟ هو اصلا الاي بكام؟ ما هو الاي كيو على تي وكيو بان في اي. فانا ممكن اقول خلاص ان في اي على التي، ده كده الاي الاولاني، اعمل له كله باور 2 في الار بتاعته. اشتدي كده ان 1. طب والباور الثاني؟ الباور الثاني برضو اي سكوير في ار. طيب الاي بتاعته بكام؟ برضو ان في اي على التي، بس ثاني ان الان بتاعته هو، واعمل لها كام؟ سكوير. الريزيستنس بتاعته كام؟ 2 ار اهي. دي بكتب هنا 2 ار. كل اللي طلبه منك هتقسم ده على ده، بس تعالى نبسطها شويه. دلوقتي الباور الاولاني على الباور الثاني ايكوال، نكتب بقى الكلام ده ان 1 في الاي على التي في الار، ده كده الاولاني بس ده سكوير. خد بالك همسح بقى ده، معلش. الباور الثاني ان 2 في الاي على التي باور 2 في ال 2 ار، صح؟ ده باور الاولاني باور الثاني. ابدا عوض بقى يا سيدي، يلا يلا بينا.
هو ال N1 كان بكام؟ هو والله الجيفنز فوق كانت باتنين. خلاص يبقى اكتب هنا كام؟ 2 تايم 10 باور 20 ها تايمز الاي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 رقم ثابت هيديهولك كل ده باور 2 على التايم مستر ماشي التايم. مبدئيا هو قال لك افري سكند يعني الان بون التايم بون وحتى لو ما كانش معاك التايم ما هو التايم كده كده هيكنسل مع التايم بس هي بون والار سيبها زي ما هي ار كل ده ديفايد الثاني بقى يلا ال ان 2 3 تايم 10 باور 20 في الاي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 رقم ثابت هيديه لنا اللي هو الاي كل ده باور 2 ديفايد التايم تايم بكام ب1 في الار بكام ب2 ار طبعا الار هتتكنسل مع الار هيبقى لك شويه الارقام دي هتكتبها على الكالكوليتر وتشوف الانسر هيطلع معاك كام هيطلع معاك 4 over 9 في 2 يعني 2 over 9 طيب دي طريقة دي طريقة في طريقة تانية اللي انت تسهل على نفسك الحسابات دلوقتي الباور باي سكوير فور والاي ان في ايه على التي طب ما التي ثابتة والاي برضو ثابتة يبقى انا ممكن اكتب ايه ان الباور الاولاني على الباور التاني هو عبارة عن ايه بقى الان الاولانية سكوير في الريزيستنس طب والباور التاني الان التانية سكوير في الريزيستنس بتاعتها اللي هي كانت بكام كانت باتنين ار يعني من الاخر كده سهلت الحسابات وشلت الاي مع الاي والتي مع التي لما جيت عملت ريش تحت كنسلت بقى الكلام ده كله مع بعض يعني هنا كان في فوق كام ان 1 على التي في الاي باور 2 في الار مش ده اللي كان مكتوب من شويه طب ما انا عارف كده كده ان ايه انا عارف ان الاي هتتكنسل والتايم هيتكنسل او التايم ب1 وعارف ان الار هتتكنسل اوكي فالطريقه الثانيه اظرف شويه انت تسهل على نفسك الحسابات لقطه كمان برده مهمه مش كده كده لان الاولانيه تايم 10 باور 20 والان الثانيه تايم 10 باور 20 اعمل نفسك مش شايف يبقى الان الاولانيه هحطها باتنين بس والار سيبها يا سيدي ارزم ايه الان الثانيه 3 تايم 10 باور 20 لا انا حامل لسه مش شايف تايم 10 باور 20 ليه ما هو هيكنسلوا مع بعض هتكتب لي فوق تايم 10 باور 20 وتحت تايم 10 باور 20 هيكنسلوا مع بعض مش لازم يبقى اكتب انا كام 3 باور 2 في كام الريزستنس بتاعتها 2 ار شيل الار مع الار بقى عندك حاجه خفيفه خلاص على الكالكوليتر تكتب 2 باور 2 على باربعه كده ايه على 3 باور 2 بتسعه في 2 تحسب الكلام ده على الكالكوليتر بسهوله عشان ما تغلطش على الكالكوليتر خساره تبقى عارف المساله وتغلط في الدرجات بتاعتها دلوقتي يا شباب اول حصه النهارده اخدنا خلاص المفاهيم الاساسيه اللي هنكمل بيها على مدار الشابتر خدت يعني ايه الكتريك كارنت خدت الكتريك كارنت انتنستي خدت بوتنشال ديفرنس الاي ام اف بتاع الباتري الريزيستنس الريزستيفيتي الكوندكتيفيتي الباور الانرجي خدت كل الفيزيكال كونز الاساسيه اللي هتكمل بيها على مدار الايه على مدار المنهج فدي كانت اساسيات لا بد منها مش كده اول حصه دي يعني نظري شويه فيها شويه مفاهيم بتحاول تفهم وترسم تعرف الاول يعني ايه دخلت على الالكتريستي تعرف ان ايه فولت اي ار وتشوف العلاقات ما بينهم نبدا بقى في الجد اول حاجه خالص عندنا الريشيو بتوين الريزيستورز فاكر لما قلت لك ان عندي سلك وليه مقاومه اسمها ار ايكوال رو ال على الاريا عايز اعمل ريشيو ما بينهم وعايز اشوف انواع المسائل وافكارها يعني من دلوقتي كده خلاص كل اللي فات ده كده تقدر تعتبره انتدكشن تقدر تعتبره المدخل بس كده لايه هو ايه الكهرباء دي نبدا بقى نخش في الجد الفرق بين المقاومات والريشيو بتوين زم ونبدا ان شاء الله في الحصه اللي جايه نتكلم بقى على الجراف والكونكشنز واومز لو طيب الاول انا عايزك تفتكر معايا شويه حاجات بسيطه خالص من تانية ثانوي هنسمعها هنا ومش عايزينها تاني من تانية ثانوي انت عارف ان في حاجه اسمها الرو الرو اللي هي بتمثل الدانستي كانت بتساوي كام ماس على الفوليوم طب لو انا بتكلم على سلندر او واير يعني عامل كده الفوليوم بتاعه كان بكام لو فاكر كان ماس ديفايدد الفوليوم كان بكام ها
الحته دي اللي اسمها ايه؟ الاريا. مالتبلاي مين؟ اللينس، يبقى اريا في ال. انا بس بفكرك ان عايز ان الرو بتساوي ماس اوفر الفوليوم اللي هي اريا على ال. دي جزئيه انا محتاجها. الجزئيه الثانيه موضوع بقى الريشو، يعني عشان انتوا ايه خصوصا الناس بتاعت العلوم احيانا بتعطل بس شويه كده. بص يا سيدي شويه كده ايه يعني بدايه رياضيه مهمه. لما اجي اقول لك اكس على واي عايز اعملها ديفايدد زد على كي، يعني ده كده ديفايدد ده، هي اسيت كده لازم تعرفها. تحت اللي تحت خالص ده بنطلعه فوق، يعني الكي ساكنه في الدور الارضي للدور الارضي بنطلعها فوق. اوكي، يبقى اكس على واي على بعضها هيطلع لها مين؟ الكي. مين تحت لسه ساكن فيه الدور اللي تحت؟ الزد زي ما هي. حاجه كمان، يبقى اول رول تحت اللي تحت بيطلع فوق، التحت اللي تحت بتطلعه فوق. طيب بالنسبة للواي، تحت اللي فوق بننزله لتحت بقى، يبقى الواي دي تنزل تحت، يبقى ممكن اكتبها اكس في كي على واي في زد. الكلام ده ابتدائي خالص وإعدادي، بس احنا بنفتكر مع بعض. دي حاجة انا محتاجها منك، ماشي. ايه كمان؟ نخش بقى في موضوعنا. الار ايكوال رو ال على اريا. فلما اجي اعمل ريشيو ار 1 على ار 2، ايه علاقه الار بالرو؟ واضح ان هما دايركت، يبقى رو 1 على رو 2 ملتبلاي مين؟ خش لي على اللينس كده، ايه علاقه الار باللينس؟ دايركت، يبقى ال 1 على ال 2. طيب خش لي على الاريا بقى، ايه علاقه الريزيستنس بالاريا؟ قلنا انهم انفرس، فهنا لو 1 على 2 تبقى هنا اريا 2 على اريا 1. بنشقلبها عشان هما الاثنين انفرس، فهنا لو 1 2 تبقى هنا 2 1. اتفقنا؟ طيب كذلك ان انا ممكن اشيل الاريا واكتبها باي ار سكوير، واشيل الاريا واكتب باي ار سكوير. ممكن تكنسل الباي، ممكن جدا. اوكي، فمهم قوي موضوع الريشيو ده. طيب تعالى بقى نخش ايه نتكلم على الجزء بتاعنا. الريشيو بتوين تو وايرز، لما اجي اقارن ما بين الريزيستورز او الريزيستنسز بتاعه تو ريزيستور، مقاومتين، عندي مقاومتين عايز اقارن الاسلاك دي مين اعلى في المقاومه مين اقل وهكذا. عندي نوعين من المسائل مهمه جدا لازم ابقى مصحصح في الامتحان في الحته دي. عندي مساله الوان واير، سلك واحد هنقارن بينه وبين نفسه بعد ما هنشكل فيه وبعد ما هنلعب فيه شويه. طب هنشكل فيه ازاي؟ والله هعمل له ريشيبنج، هعمل له ستريتشنج اشده كده، هعمل له ريفورمنج هعيد تشكيله. يبقى دي مساله الوان واير. عندي مساله تانية اللي هي مساله التو واير، ودي بتبقى ابسط شويه واسهل شويه. فالوان واير دي مهم قوي انك تفتكر فيها المعلومه اللي انا قلتها تحت هنا. مساله الوان واير عندنا فيها نقطه مهمه قوي، ان انت لو عندك وان واير زي ده كده ليه تخن معين وطول معين، لو انا كنت قادر بطريقه ما ان اعمل له ستريتشنج اشده، ده طوله مثلا 10 سنتي، قمت شديته خليت طوله 20 سنتي. طيب ايه اللي هيحصل في الاريا في السكنس؟ عجينه البيتزا كده لما بتيجي تعمل البيتزا، الراجل هو بيعجن البيتزا كده كل ما بيطولها سمكها بايه؟ بيقل شويه. واحنا اطفال صغيرين لما تبقى اللبانه في بقك وتمسك اللبانه وتشدها كده لبره، مش كل ما بتطولها كل ما بترفع؟ عجينه البيتزا كل ما بنطولها كل ما بترفع نفس القصه. ان الفوليوم كونستنت، هو ده اللي عايز اقوله لك، الفوليوم بتاعي بيكون كونستنت. الفوليوم از كونستنت، انا بادئ بكميه معينه من النحاس وببدا ان انا اشكلها بقى، مره عملت منها سلك متر، مره سلك مترين، مره 3 متر. انت حر، انت هتدفع الثمن. كل ما تطول السلك كل ما الاريا ايه تقل.
لان انا فاكر الفوليوم كان بيكوال كام؟ اريا في ال. ده لسه قال كده صح؟ طب ما ده ايه؟ كونستنت ثابت. لو انت طولت اللينس الاريا بتقل، صغرت اللينس الاريا بتزيد، يبقى انفرس. زودت اللينس الاريا تقل، زودت قللت ال الاريا تزيد، عشان في الاخر الفوليوم ايه؟ الفوليوم كونستنت. طيب وبالتالي لما اجي اكلمك على الريزيستنس، انا كل ده لسه فين؟ انا هنا، انا لسه يا شباب فبتكلم على ال1 واير دلوقتي. تعالى اكلمك بقى على الريزيستنس. كي بتساوي كام يا مستر؟ رولا رو ال على الاريا، رو ال على الاريا. طيب لو انا جيت قلت لك ما تيجي انا عندي واير، تعالى نطول اللينس بتاعه الدبل، انكريز الدبل، يبقى اللينس هي ايه؟ هيزيد. يا مستر بس انت تتكلم على وان واير، سلك واحد، من نفسك تفهم انه طالما سلك واحد يبقى الفوليوم ثابت، يبقى لما طوله هيرفع الاريا هتقل. فمن نفسك تقول لي الاريا هت ايه؟ هتقل. تقل قد ايه؟ بالريسبروك المقلوب الكلام ده، يعني ده زادت مرتين، ده يقل نص. تعال نشوف تاثير الكلام ده على الريزيستنس. لما اللينس زاد مرتين الريزيستنس زادت مرتين، ولما الاريا قلت النص عشان اللينس زاد مرتين، ما الاريا قلت النص يبقى ضرها ايه؟ هيزيد تاني الدبل. طب ما 2 في 2 ب 4، يعني الار زادت كم مره؟ زادت على مرتين. هي في النهايه طبعا هنا في الانسر بتاعي اربع مرات، بس انا قصدي زادت على كم مرحله؟ على مرحلتين. اول مرحله زادت للضعف لما اللينس زاد الضعف، يبقى انكريز الدبل، يبقى الار انكريز الدبل. الاريا لما قلت النص الار زاد الدبل تاني. طب ما دبل ودبل يبقى كام تايم؟ 4 تايمز. انا بقى مش كل مره هتلاقي نفسك بقى ايه بتنسى وبتعمل كده وبتاع، مين زاد مين قل مش عارف ايه. احنا حطيناها لك في شكل القانون تحفظه بعد اذنك، لانه مش مكتوب في المفاهيم ومش مكتوب في كتاب المدرسه. الريشيو مش مكتوب في كتاب المدرسه، في قوانين هنقابلها مش مكتوب في كتاب المدرسه، لازم تحفظها. هكتب لك على طول الار 1 رو 1 على رو 2 ال 1 على ال 2 اريا 2 على اريا 1. مش ده قانون؟ ده القانون. طب يا مستر ما هو نفس الواير، يبقى الرو هت ايه؟ كانسل. وانت عارف ان اللينس والاريا عكس بعض، لو قلت لك اللينس الاولاني على اللينس الثاني ايكوال الاريا الثانيه على الاريا الاولانيه. هو انا جبت الكلام ده منين؟ لان الفوليوم ثابت. مش احنا لسه قايلين ان الفوليوم ايكوال اريا في ال، وده ثابت، فيبقى دول ايه؟ انفرس. يبقى ال1 على ال2 ايكوال اريا 2 على اريا 1، والاريا 2 على اريا 1 ايكوال ال1 على ال2. يعني ممكن اشيل دول اريا 2 على اريا 1، اريا 2 على اريا 1، اكتب مكانها ال1 على ال2، هشيل ده كده واكتب مكانها كام؟ ها ال1 على ال2. طب ما ال1 في ال1، ال1 سكوير، ال2 في ال2، ال2 سكوير. يبقى شكل القانون في النهايه بنعمل لك كده عشان نوصلها لك في النهايه، ان وقت ما يكلمك على اللينس وانت عندك 1 واير هتقول لي المقاومه الاولى على المقاومه الثانيه ايكوال كام؟ اللينس الاولاني على الثاني باور 2، وتريح بقى دماغك من القصه بتاعت ايه؟ او والله اللينس زاد، طب الاريا قلت، طب هو اللي حصل؟ لا، تبقى مركز كده ومصحصح. مساله 1 واير معناها الفوليوم ثابت، يبقى على طول هستخدم القانون ده. مستر طب لو كلمني على الاريا، طب ما هي هي بقى، مش هثبتها لك بقى تاني من الاول، ما لهاش داعي. الاريا هتبقى اريا 2 على اريا 1 باور 2. مستر هو انت هنا غلطت، و هي المفروض تبقى 1 و2 ولا 2 1 زي ما هي؟ مش احنا لسه قايلين ان القانون بتاعنا اصلا الار ايكوال رو ال على اريا، يعني الار والاريا عكس بعض دايما. يبقى افتكر لو سمحت، لو هتكلم على الريليشن بين الار والال هي دايركت ار1 ار2 ال1 ال2، انما الاريا بتكون انفرس، يبقى ار1 ار2 تبقى ار2 اي1. طيب مستر لو كلمني على الراديوس، ماشي يا سيدي، فك الاريا الباي ار سكوير، تبقى هنا عندنا براكت كبير باور 2 مش كده؟ فك الاريا باي ار2 سكوير ديفايدد باي ار1 سكوير، هكنسل الباي مع الباي، الباور 2 ده دخله لي جوه، تبقى 2 في 2 ب 4.
يبقى شكل الملخص في النهاية هيبقى عامل كده R2 على R1 power 4. يبقى القانون بتاعنا في النهاية هيكون هو ده، هتكون L1 على L2 square، area 2 على area 1 square، بس R2 على R1 power 4. الكلام ده لما تكون مسألة 1 wire، مسألة ايه؟ 1 wire. تعالى بقى نتكلم على النوع الثاني اللي هو الريشيو بتوين تو وايرز، سلكين بقى، سلك كابر وسلك ايرون، الاثنين مالهمش اي علاقه ببعض، مفيش بقى حته فوليوم ثابت مش ثابت، لا انت بتقارن الاثنين ببعض كريزيستيفيتي كريزيستنس كراديوس كلينس كاريا ايا كان السؤال. فهتكون الريشيو بتاعنا ار1 على ار2 هو هو نفس القانون اللي هو رو 1 على رو 2 ال1 على ال2 اريا 2 على اريا 1. فاكر من تانية ثانوي كانت الرو بتساوي ماس على فوليوم، لسه ده من شوية، والفوليوم بيساوي كام؟ اريا في ال. هات لي من هنا كده الاريا في ناحية لوحدها، هتبقى الاريا ايكوال كام؟ رو ال على رو ال على ايه؟ او ماس، سوري، ماس على رو ال، ماس على رو ال. طيب تعالى بقى نعوض بيها، يبقى انا جبت من هنا الاريا بكام؟ ماس على رو ال، واروح بقى احطها في القانون هنا، هشيل بقى الاريا من هنا واكتب مكانها ايه؟ ام على رو ال. خلي الاول زي ما هي، دول نفس اللون اهو، رو ال1 وهنا رو 2 ال2. تعالى بقى نشيل الاريا 2، هكتب مكانها ام 2 divided رو 2 ال2، والتانية اريا 1 ام 1 divided رو 1 ال1. افتكر لي بقى الكلام اللي قلت لك من شويه، تحت اللي تحت بيطلع فوق وتحت اللي فوق بينزل تحت. يلا هكتب كده، تحت اللي تحت بيطلع فوق، يبقى عندك رو اي 1 في رو 1 L1 في L1 L1 سكوير. طيب والكابتن ده M2 زي ما هو، سيبه زي ما هو، سيبهولي زي ما هو، وقلت لك ان تحت اللي فوق بينزل تحت، اللي هو ده تحت اللي فوق بينزل لتحت، يبقى هيبقى عندك رو E2 هينزل لها رو 2 L2، هتنزل تلاقي تحت L2 يبقى L2 سكوير. اوكي؟ وطبعا الـ M1 زي ما هي تحت. ده القانون اللي انا عايز اثبته لك او عايز اوريه لك في النهايه. طبعا السؤال ممكن يجي لك عشان يبص الدنيا عليك شويه، يقول لك ان هم مثلا سلكين من نفس الماتيريال. طالما قال لك نفس الماتيريال يبقى الدنستي هتروح، الريزستيفيتي هتروح. فشكل القانون يبقى بسيط خالص وكيوت، R1 على R2 equal M2 على M1 في ال L الأولانية سكوير على ال L التانية سكوير. اكتبوا بقى عندك عشان ده مش في الملزمة، لأن أنا كاتب لك في الملزمة هنا إيه؟ القانون على بعضه، لو جاب لك بقى أي ماتيريالز بقى هتعوض لي هنا، إنما ده لما يكونوا نفس الماتيريال، same material، نفس المادة، ساعتها طيرت مين ومين؟ الرو والرو اي، الريزستيفيتي والدنستي. قشطة. طيب تعالى بقى نشوف اسئلة على الكلام ده. اول سؤال معانا، تو وايرز ميد اوف كابر، السلكين من الكابر، شكرا خلاص الرو طارت كده والرو اي طارت، ماس الاولاني ولينس الاولاني معاك، ماس الاولاني 0.1 كيلو جرام، ماس الثاني 10 متر. ماشي يا سيدي، ماس السكند 1 اللينس بتاعه 40 والماس بتاعه 0.2، يبقى ام 2 ب 0.2 وال 2 ب 40 متر. طالب مني الريشيو بتوين ذا ريزيستنسز، خلاص انا هكتب القانون الاساسي اللي انا عارفه، هطير الرو مع الرو والرو اي مع الرو اي، لان هما الاثنين من الكبر نفس الكثافه ونفس الريزستيفيتي. طارت بقى عندك ال1 سكوير ام2 على ال2 سكوير ام1، وتعوض تعويض مباشر.
ما فيهاش مشكله. خد بالك ان دي مع انها القوانين دي مش في كتاب المدرسه، الا ان ده اول سؤال سولفت في كتاب المدرسه، لان هو كان معتمد ان حضرتك عارف ان الرو ماس على فوليوم وان الفوليوم اريا في ال، فسجل النوتس دي عندك وسجل شكل القانون ده. طيب نخش مع بعض على السؤال التاني. عندي اواير اواير سلك واحد، يبقى يعني انا هتكلم على الجزء اللي كان على الشمال لو فاكر، اللي هو فيها الفوليوم كونستانت او الباور 2 والكلام ده، ستريتشد خلاص اتشد اتمط، تلت سلنس بيكام ذيس 3 تايمز، اللينس زاد 3 مرات، ايه اللي يحصل للريزيستنس؟ تعال نكتب القانون، انا مذاكر بقى خلاص. ار 1 على ار 2 مستر بس قال لما يكون في 1 واير اكتب على طول الريشيو بين اللينسز واحط باور 2، يبقى ال 1 على ال 2 واعمل باور 2. شكرا، مش لسه بقى هنشرح تاني ونتكلم بقى تاني، تشرح بقى نفسك في الامتحان وتسوح نفسك في المساله، اصل اللينس زاد 3 مرات فالاريا قلت 1 اوفر 3 فالريزيستنس كان زيد مرتين يعني 9 تايمز. لا خلاص بقى ال 1 على ال 2 باور 2 خلاص، انت كده حلت صح. لو ما حطيتش الباور 2 شكرا، انت كده ما عملتش حاجه، انت كده معتبرها سلكين والدرجه راحت منك، وهتلاقي الاختيارات هتلاقي الاجابه اللي انت هتطلعها من هنا في الاختيارات. فلو سمحت ما تنساش الباور 2، القانون ده مش في المفاهيم لازم تحفظه. ار 1 بكام؟ ما انا مش عرفت ماما قال لك كام. لا قال 6 اهو ماشي 6 اهو. ار 2 عايزين نعرف لسه بكام. ال 1 ما اعرفش هو كان بطول معين بحيث بعد كده انه عمل ستريتشنج زاد 3 مرات، خلاص افترضها برقم حطها ب 1 يا سيدي. هفترض ان الطول الاولاني كان بمتر 1، طب ما الثاني زاد، ما انا فضلت اشد فيه لغايه ما اللين زاد 3 مرات يعني 3، كل ده باور 2. اكتب ده على الكالكليتر هيطلع لك 1 اوفر 9، يبقى 6 على ار 2 ايكوال 1 اوفر 9، يبقى 6 في 9 يبقى زادت 9 مرات زي ما قلنا، يبقى 54 اوم. افرض بقى انت ما كنتش تعرف الار 1، يعني افرض انا ما اعرفش قيمه الار، قال لك الواير اوف ريزيستنس ار، ما اعرفش، يبقى ار على ار 2 ايكوال 1 اوفر 9 كروس ملتيبليكيشن، يبقى الار 2 ايكوال 9 ار، يعني زادت 9 مرات مش هتعطل خلاص. بس برضه هنا كان مديك الايه الرقم. تعال نشوف السؤال الثاني الثالث سوري. تو وايرز بادئ ان هو بسلكين ده النوع السهل المباشر زي ما قلنا، سيم ماتيريال يبقى نفس الرو، رو 1 ايكوال رو 2 خلاص نفس الرو. اللينس اوف اي دبل اوف بي، يلا سجل ال اي ايكوال 2 من لينس بي، ما هو الاولاني دبل الثاني يبقى ال اي ايكوال 2 ال بي. طيب الريشيو بتوين ذا ريزيستنسز از 8، يبقى عندي جيفن بيقول ار 1 على ار 2 ايكوال 8، والريديوس بتاع اي ب 4 ملي متر، الريديوس بتاع اي ب 4 ملي متر ماشي. هات لي الاريا بتاعت بي، ممكن بس ان انا ايه هحلها لك هنا. يبقى انا عندي القانون ار 1 على ار 2 ايكوال رو 1 على رو 2 ال 1 على ال 2 اريا 2 على اريا 1، ده القانون. قال لي ان هما سيم ماتيريال، خلاص شكرا مع السلامه. قال لك ان اللينس بتاع اي الاولاني دبل بتاع بي، وان ريشيو ار 1 على ار 2 ب 8، وان الريديوس بتاع واير ايه ب 4 ملي متر. تعالى بقى نعوض بالجيفنز دي هنا، يلا ار 1 على ار 2 بكام؟ 8 ايكوال الرو بقى خلاص طارت، لينس الاولاني ب 2 من الثاني يبقى 2، طب والاولاني 1، انت فاهم انا عملت ايه؟ قال لي ان السلك الاولاني دبل السلك الثاني، الاولاني دبل السلك الثاني، خلاص هفترض ان السلك الاولاني باتنين، يبقى هو دبل الاول التاني، يبقى الاول التاني بكام؟ 1، يبقى انت افترض في واحد فيهم رقم وظبط معادلتك. ممكن تحط من دماغك ان لينس بتاع واير بي بخمسه،
لينس واي ربيب 5 يبقى لينس ايه ضعف واي يعني 10. اكتب لي هنا 10 على 5 تمشي صح برضو بمزاجك. اريا 2 لا ما انا اريا 2 دي انا عايز اعرفها اصلا ده السؤال. اريا 1 ما هو اريا 1 باي ار سكوير وهو طبعا مديك الار يبقى هكتب هنا ايه باي الراديوس خد بالك ب 4 ملي متر يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 3 الملي تايم 10 باور نيجاتيف 3 طبعا فينا ايه باور 2. خلاص دلوقتي اقدر اعمل كروس مولتيبيكيشن واجيب الاريا 2 يبقى الاريا 2 ايكوال كام ها الكلام ده او دي الناحيه الثانيه تايمز ال 8 يبقى 8 في 1 في الباي في ال 4 ملي باور 2 الكلام ده ايكوال كام 2 اريا 2 ده في ده ايكوال ده في ده ما هنا في 1 صح 1 في 2 في اريا 2 اهي 8 في الكلام ده اهي هات لي بقى اريا 2 في الناحيه ده اقسم على الاثنين يبقى اريا 2 ايكوال كام كل الكلام ده ديفايدد كام ديفايدد 2 وشوف بقى الانسر هيطلع معاك ايه وشوف الانسر هيطلع معاك كام يبقى وبرضو هبقى اعلمكم قدام شويه طريقه كده على الكالكوليتر شيفت سولف ازاي على طول تحسب يعني هكتب اكتبها كده على الكالكوليتر وهيطلع لك الانسر على طول بقى لو انت عندك مشكله في الكروس مولتيبيكيشن بس انا شايف ان هو اساسيات لازم حضرتك تبقى عارفها تمام طيب هيطلع الانسر معاك 2.01 تايم 10 باور 4 تعال نشوف السؤال الرابع والاخير ميتاليك واير سلك واحد يبقى افتكر موضوع الفوليوم يعني القوانين اللي فيها باور 2 الريزيستنس بتاعته 4 كالكوليت اتس ريزيستنس ريفورمد شكلته وغيرته بحيث ان الراديوس دبلت ده القانون اللي في الراديوس قلنا ار 1 على ار 2 ايكوال الار الثاني على الار الاولاني بس باور كام باور 4 وارجع اعوض ار 1 بكام ب 4 اوم ار 2 ما اعرفش ار 1 ما اعرفش اديها رقم ار 2 بكام هو قال ان هي دبل يعني الريديس كان برقم وبقى دبل الريديس الاولاني ب 1 مثلا يبقى اكتب هنا 1 والثاني دبل ما هو زاد الدبل يبقى خليها 2 انت عايز تحط من الاولاني ب 5 والثاني ب 10 صح مش غلط برده باور كام باور 4 2 باور 4 ب 16 يبقى 4 على ار 2 ايكوال 16 يبقى كروس مالتيبليكيشن هيطلع معاك كام ار 2 بكام 4 على 16 يعني ربع يعني 0.25 اوم هيطلع لك الكالكوليتر كده 1 اوفر 4 برضه صح يبقى ده عايز اقول لك انك لازم تفرق في مسائل الريشيو بتيجي كل سنه يبقى مفرق في مسائل الريشيو انا 1 واير ولا 2 واير لو انا 1 واير افتكر لي لو سمحت القوانين دي لو انت 1 واير لازم تفتكر لي القوانين دي تحفظها لو اتكلم على اللينس يبقى الريشيو باور 2 اريا الريشيو باور 2 بس الريديوس الريشيو باور 4 لو اتكلمنا على مساله 2 واير دي بتكون مباشره يعني التركيه بس اللي فيها انك تفتكر حته الماس من ثانيه ثانوي القوانين اللي ورايا دول مش في المفاهيم مش في كتاب المدرسه بيجي كل سنه بيجي لان هو مش مطالب يفهمك الريشيو هو وراك كتر خيره قال لك القانون بس الار ايكوال رولا رو ال على اريا كده الحمد لله يا شباب خلاص النهارده اول حصه في تشابتر 1 اخذنا فيها المفاهيم الاساسيه الفيزيكال كوانتيتيز الاساسيه اللي احنا عايزين نكمل بيها لحد نهايه الكهرباء اللي هي تشابتر 4 مش بس 1 يعني الاساسيه دي مكمله معاك فلو سمحت اقف على ارض صدق فيها اقعد ذاكر هتمسك الملزمه باذن الله هتشرح لكم في خلال الايام الجايه هتمسك الملزمه وتذاكر انا عارف ان مفيش نظري انا عارف ان هو تشوز عارف بس انت لازم تبقى فاهم يعني ايه كارنت بوتنشال ديفرنس ريزيستنس وراسم صوره ذهنيه في اسمك في ذهنك عن الكلام ده خدنا النهارده مع بعض يعني ايه اصلا كهرباء الفلو اوف الكترونز اخدنا مع بعض البوتنشال ديفرنس الحاجه اللي بتحرك الكهرباء اخدنا الريزيستنس الحاجه اللي بترخم على الكهرباء اللي هي السلك الكوليجنز والفريكشنز اللي بتيجي والفاكتورز افكتنج عليها خدنا الباور خدنا الانرجي اللي هو الورك دان واخدنا الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي الفيزيكال بروبرتيز اللي علاقه بالماتيريال واخدنا اخيرا الريشيو بتوين الريشيو بتاع الريزيستورز حضرتك اخدت المحاضره بتسجل النوتس معايا يعني انت حتى لو ما سجلتش النوتس في المحاضره دي من المحاضره الجايه معاك كشكول بتاعك بتسجل النوتس بتاعتك ورايا دي اول حاجه تاني حاجه بتخلص تقرا الملزمه
يا مستر ده في ديفينيشنز وفيها مش عارف نوتس تقراها، لان ده بيفرق في فهمك واستيعابك للماده العلميه. ترسم صوره ذهنيه زي ما قلت لك في ذهنك يعني ايه كارنت وفولت وار والقصه دي كلها. تبدا في حل الواجب. الواجب يا جماعه كل حصه هيكون كبير جدا، حتى خصوصا بعد النظام الجديد الحل بكميات مهوله والواجب هيبقى كبير جدا، فلازم تشتغل فيه، لازم تقسمه على مدار الاسبوع في خلال على مرتين او ثلاث مرات بكتير. فيديو الواجب باذن الله برده هينزل لكم، تبدا انك تشوف اللي واقف معاك فيه. مش طالب منك انك تشوف لي واجب تصحيح الواجب بالكامل، لا، اللي انت واقف فيه خش شوفه عادي. انا السؤال ده واقف معايا هخش اشوف بس مستر مش عارف ازاي. عايز تتفرج على المحاضره كلها اتفرج، ما عنديش اي مشكله، بس انا بحاول اوفر لك وقت. فانت اللي انت واقف معاك اسالني فيه، طبعا على الواتساب متاح، الجروب ان شاء الله بتاع الفيسبوك برده متاح، او هتخش تشوف الفيديو برده ما فيش مشكله. اهتم بالفيزكس، ان الفيزكس ماده مش سهله، اصعب ماده في ثانويه عامه، عايز شغل كتير، عايز احل كتير، خصوصا بعد النظام الجديد مستوى الامتحان بقى عالي جدا، فلازم تقف على ارض صلبه فيها. ما ينفعش تاخر الحصه عليك، ما ينفعش ان انت تاجل الواجب او تفكس له، لازم تبقى رقيب على نفسك. ربنا يوفقك باذن الله، اشوفك الحصه الجايه.